زي ما قلت من شوية، احنا بالنسبة لشكل الامتحان هيكون عبارة عن مجموعة أسئلة نظرية عن الجي بي اس. الإجابة بتكون شرح نظري باختصار، كلام واضح من غير كلام، من غير رغي كتير، زائد الرسمة لو السؤال ليه رسمة. وزي ما قلنا إن أنت مطالب بالحاجات اللي أنا قلتها في المحاضرة والرسومات اللي أنا زودتها في المحاضرة حتى لو كانت مش موجودة في الكتاب، أنت مطالب بيها، زائد إضافة إلى الحاجات اللي موجودة في الكتاب. النهاردة المحاضرة الثالثة والأخيرة في موضوع الجي بي اس، وهي آخر محاضرة عندنا في المنهج. هنتكلم عن مصادر الأخطاء في نظام الرصد العالمي جي بي اس. يعني احنا غطينا الكلام ده أثناء الشرح في المحاضرات اللي فاتت، لما كنا بنتكلم إزاي تقدر توصل لدقة عالية وتحسب الاحتساب بدقة عالية في الموقع باستخدام الجي بي اس. تطرقنا كده للحاجات اللي هنقولها النهاردة. باختصار، مصادر الأخطاء في نظام الجي بي اس بتيجي من 4 مصادر: يا إما أخطاء ناتجة عن قطاع الفضاء، عن الأقمار الصناعية نفسها، حاجات أنت ملكش يد فيها. النوع التاني خطأ شهير جدا ونقطة بحث عالمية الناس كلها شغالة فيها في الماجستيرات والدكتوراه، هي أخطاء القياس الناتجة عن مرور الموجات في طبقات الغلاف الجوي. النوع التالت اللي هو يخصك بقى أنت وأنت مسؤول عنه، هو الأخطاء الناتجة عن قطاع المستخدمين أو الريسيفرز اللي أنت واقف بيها في الموقع. والنوع الرابع برضو أنت مسؤول عنه كمهندس، هو أخطاء ناتجة عن موقع الراصد أو موقع الرصد اللي أنت شغال فيه، واختيارك لنقط الترافيرس واختيارك لأماكن اللي أنت هتحط فيها جهاز الجي بي إس. هنتكلم كده عنهم واحدة واحدة. أول حاجة الأخطاء الناتجة عن معلومات قطاع الفضاء، حاجة اسمها خطأ معلومات مدار القمر في مساره، خطأ الرسالة الملاحية، خطأ ساعة القمر الصناعي، خطأ التوزيع الهندسي للأقمار الصناعية، وخطأ الاستفادة المختار. الثلاثة الأولانيين اتكلمنا عليهم قبل كده، هنعيدهم تاني بسرعة. خطأ معلومات مدار القمر في مساره، قلنا إن القمر الجي بي إس عبارة عن 24 قمر متوزعين في 6 مدارات، وكل مدار فيه 4 أقمار صناعية. وزي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، دايما بيبقى فيه من 5 ل7 أقمار احتياطيين موجودين في الفضاء جاهزين، بحيث لو في قمر حصل له حاجة قمر بيدخل مكانه على طول. فقلنا إن فكرة أصلا نظام الجي بي إس إن الأقمار الصناعية دي تبقى موجودة في المدارات بتاعتها بدقة عالية، وإحداثياتها معلومة في كل لحظة بدقة عالية، لأن الإحداثيات دي هي اللي بتبقى المرجع بتاعنا اللي بنستخدمه لحساب الإحداثيات النقط الأرضية اللي إحنا عايزين نرصدها. طيب افرض إن إحنا وإحنا شغالين القمر الصناعي خرج عن مداره شوية، اللي بيحصل إن محطات التوجيه أو محطات التحكم أول ما بتلاقي القمر الصناعي خرج عن مداره شوية بتبتدي على طول تبعت له رسالات تصحيح المدار عشان ترجعه لمساره الصحيح مرة تانية. طب افرض أنت أثناء رصدك حصلت المشكلة دي، اللي بيحصل إن محطات التحكم بتبعت أو بترفع التصحيحات دي على النت أو بتبعتها للمستقبلات للريسيفرز، وأنت بتاخد الملفات دي تدخلها معاك في أثناء ما أنت بتعمل بروسيسنج للنقطة. زي ما قلنا الكلام ده كتير عدناه كذا مرة في السوفت وير، والخطأ ده بيتصحح. اللي زي بالظبط خطأ الرسالة الملاحية، قلنا إن القمر الصناعي هو في الفضاء بيبعت حاجة اسمها موجة، الموجة دي محملة بالشفرة اللي عليها البيانات بتاعتنا، وبيبعت كمان رسالة ملاحية. الرسالة الملاحية دي بتقول، بتحدد فين مكان القمر، إحداثياته إيه، الغلاف الجوي طبقاته عاملة إزاي في المكان ده أو في اللحظة دي وهكذا. حتى لو القمر ماشي في مداره صح مفيهوش مشكلة خالص، إنما في ايرور في الرسالة دي لسبب ما، السوفت وير اللي بيبعت الرسالة غلط وبعت إحداثيات القمر غلط. كده البيانات اللي جايه في الرساله الملاحيه دي بتدخل معاك في التصحيحات بتاعه الاحداثيات، فبالتالي هتعمل لك ايرور برضو في التصحيحات. نفس الكلام زي مدار القمر، لو محطه الرصد لقت في خطا في الرساله الملاحيه، في تضارب ما بين موقع القمر الصناعي والبيانات اللي مكتوبه في الرساله الملاحيه، على طول بتروح جايه باعته للقمر الصناعي تصلح الرساله الملاحيه دي وتنزل لك التصحيح بتاع الخطا اللي كان موجود. خطأ ساعة القمر الصناعي، قلنا ده موضوع مهم جدا، إن فكرة الجي بي إس أصلا، إحنا دلوقتي بنعيد بس بسرعة الكلام اللي قلناه قبل كده. فكرة الجي بي إس أصلا إن القمر الصناعي بيبعت موجة محملة ببيانات، شفرة عليها بيانات. الفكرة كلها إن أنا بحسب المسافة ما بين القمر الصناعي والريسيفر اللي أنا واقف بيه على الأرض، من إن القانون بيقول إن المسافة بتساوي سرعة الضوء أو سرعة الموجة مضروبة في الزمن. سرعة الضوء ثابتة، إنما المشكلة دايما بتبقى في الزمن. لو القمر الصناعي قاس الزمن غلط هيطلع عندي أخطاء كبيرة جدا في المسافة، لأن أنت بتتكلم في تضرب سرعة الضوء اللي هي كمية كبيرة جدا في الزمن اللي هو كمية صغيرة، فبالتالي الخطأ في الزمن بيعمل لك إيرور كبير جدا. زي ما قلنا القمر الصناعي في 4 ساعات ذرية،
والمحطات الأرضية فيها برضو ساعات ذرية. فدايما محطات التحكم بتطابق الزمن اللي عندها مع الزمن اللي القمر الصناعي شغال بيه، وتتأكد إن هما متوافقين مع بعض ومفيش ايرور. في حالة إن هي لاحظت إن الساعة الذرية اللي في القمر الصناعي حصل فيها ايرور، تبتدي على طول تبعت التصحيح عشان القمر الصناعي يصلح الايرور اللي موجود فيه. ده شرح مبسط ال3 أخطاء دول، هما الـ3 دايما مسؤولية محطة التحكم. طيب السؤال، أنا كمستخدم إزاي أصلح الأخطاء دي؟ طبعا أنت كمستخدم هنا دورك هيبقى إن أنت اللي بيصحح الأخطاء دي هي محطات التحكم. زي ما قلنا، بتبعت على طول إشارة للقمر الصناعي، صلح أنت عندك غلط في الساعة، أنت عندك غلط في الرسالة الملاحية، اظبط شوية المدار، تعالى كده شوية أو تعالى كده شوية عشان المدار يتظبط. إنما دورك كمستخدم إيه في الحتة دي؟ إن أنت، وشرحناها دي مرتين قبل كده، بعد ما بتاخد قياساتك في الموقع تستنى حد أدنى 24 ساعة لحد ما محطات التحكم تبعت لك تصحيحات الزمن، وتبعت لك كمان تصحيحات مدار القمر أو خطأ الرسالة الملاحية أو خطأ ساعة القمر الصناعي لو كان في خطأ موجود بالحاجات دي، وترفعها على النت عشان تدخلها معاك في التصحيح في السوفت وير. لو أنت اتسرعت وتجاهلت الحاجات دي، أو لو أنت ما عندكش فكرة إن الأخطاء دي موجودة وتسرعت في إن أنت خدت الإحداثيات اللي جت من الموقع اعتبرتها هي الإحداثيات النهائية، هيطلع عندك إيرور كبير في القياسات بتاعتك. يبقى دورك كمستخدم هنا هو ان انت تتاكد ان انت جبت التصحيحات واستخدمتها صح في السوفت وير بتاع البرنامج. وخلي بالك، ممكن تستنى 24 ساعه وتدخل تلاقي محطه التحكم بتقول لك لا استنى كمان. وحاجه بس كنا ما قلناهاش المحاضره اللي فاتت، في الشغل بتاعنا اللي هو انت بتعمل نقطه جي بي اس مرجعيه في الموقع عشان تعمل الموقع بتاعك انت بس، خلاص 24 ساعه كويس، يوم او يومين، وبعد كده تجيب الداتا وتصلح الداتا بتاعتك. انما لو بتعمل نقطة إحداثية لدولة مثلا، أو نقطة في شبكة جيودسية، النقطة دي هتستخدم على مر السنين، هتلاقي الريكومنديشن بيقول لك تستنى من أسبوع ل 14 يوم علشان محطات التحكم تدي لك الملفات النهائية تماما للتصحيحات اللي هي ما فيهاش غلط خالص. يبقى اللي بتديها لك بعد 24 ساعة دي أو بعد 48 ساعة حسب الأخطاء اللي كانت موجودة في القمر إيه، دي بتبقى تصحيحات مبدئية كفاية، أو كفاية إن أنت تستخدمها عشان تعمل نقطة مرجعية ليك تستخدمها في الموقع بتاعك لو أنت بتشتغل تعمل نقطة جي بي إس لموقع معين. إنما لو بتعمل نقطة جي بي إس للشبكة الجيودسية، نقطة بقى اللي هي نقطة مرجعية للدكتور سماح شرحتها لكم، لا، في الحالة دي هتلاقي ريكومنديشن استنى أسبوع أو استنى 14 يوم. بعد 14 يوم بيدي لك بقى التصحيحات اللي هي بالمليمتر عشان توصل لأعلى دقة ممكنة، أعلى دقة ممكنة ل نقطة الجي بي إس اللي أنت بتعملها. طيب في سؤال كده نسأله للناس، افرض ان القمر الصناعي خرج عن مداره، محطات التحكم ما خدتش بالها ان القمر الصناعي خرج عن مداره، والقمر الصناعي تاه من محطة التحكم، فقد الاتصال بمحطة التحكم، هل ممكن يقع على الأرض؟ يعني ممكن تبقى انت ماشي مثلا نازل خارج ولا حاجة بالليل، ماشي في الشارع كده، قمر صناعي يقع عليك؟ مين اللي بيقول اه ومين اللي بيقول لا؟ رد في الشات، انا قدامي الناس، قدامي الأسماء. في ناس بتقول لا، اهو باشمهندس احمد ابراهيم بيقول لا. باشمهندس احمد شعبان بيقول لا برضه. باشمهندس احمد ابراهيم بيقول بيفضل في الغلاف الجوي، كلام منطقي. اللي بيقول لا يقول لا ليه؟ باشمهندس منى بتقول لا برضه، محمد طلعت بيقول لا. خلاص، في اتفاق ان مبدئيا كده في اتفاق ان القمر الصناعي مش هيقع على الارض. طيب هيروح فين؟ يعني اللي بيقول لا القمر الصناعي مش هيقع على الارض هيروح فين؟ عادل توفيق بيقول هيخرج من المدار. باشمهندس عادل توفيق، طبعا هو هيخرج من المدار، طب هيخرج يروح فين؟ طيب نرد الاول على باشمهندس، بيسأل سؤال كويس، باشمهندس محمد سامي بيقول 14 يوم هنسيب الجهاز على النقطة ولا 14 يوم بعد الجهاز؟ لا يا باشمهندس، أنت خلاص خدت القياس في الموقع، عملت القياس بتاعك في الموقع، في خلال يوم سبت الجهاز على النقطة 3 ساعات أو 4 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات حسب بقى أنت معاك دول فريكوينسي، جهاز ثنائي التردد ولا أحادي التردد، وخلصت شغلك في يوم خلاص وخدت الجهاز وروحت. اليوم اللي بتستناه أو ال14 يوم اللي بتستناهم دولت، دول أنت بتستناهم على النت عادي، يعني الداتا بتيجي على النت، بتاخد الداتا من على النت تدخلها في السوفت وير، إنما الجهاز خلاص اتشال من الموقع والقياس تم في يوم واحد. ده المقصود. إيه الفرق بين التصحيح اللي هنستلمه بعد يوم أو اللي هنستلمه بعد 14 يوم؟ أنا قلت دلوقتي باختصار، بعد يوم ده التصحيح المبدئي الضروري اللي أنت تستخدمه علشان يصلح لك الخطأ اللي حصل في القياس بتاعك،
بدقة كفاية لموقع لوكال زي ما بنقول. يعني لو بتعمل مجموعة عمارات جنب بعض حاجة لوكال، انت نقطة جي بي اس انت بتعملها عشان تستخدمها في الموقع ده بس، مجرد ما المشروع خلص نقطة الجي بي اس دي مبقاش ليها لازمة. طب التصحيح اللي بتستلمه بعد 14 يوم بيبقى تصحيح أدق من كده كمان، وده بيستخدم في نقطة الجي بي اس اللي انت هتستخدمها على مراحل. يعني بتعمل مثلا مشروع سكني على كذا مرحلة، هيكمل معاك المشروع ده مثلا، هيفضل يتبني في خلال 2 سنين او في خلال 3 سنين او 4 سنين. نقط الجي بي اس دي هتفضل نقط مرجعية ليك طول فترة المشروع. او بتعمل نوت او تعمل شبكة جيودسية زي الباشمهندس زي الدكتورة سماح شرحتها لك. في الحالة دي بنستخدم التصحيحات الأدق اللي هي بعد 14 يوم، انما كالشغل بتاعنا اللوكال ده بنستخدم اللي بعد 24 ساعة على طول. باشمهندس علاء إيهاب بيقول الفضاء ما فيهوش جاذبية. لا، الفضاء فيه جاذبية يا باشمهندس، جاذبية الأرض وجاذبية القمر. يعني القمر الصناعي هو طاير في الفضاء حوالين الأرض، اللي مثبته في مداره هو العلاقة بين جاذبية الأرض وجاذبية القمر. باشمهندس أحمد شعبان بيقول هو هينفجر لو دخل المجال الجوي، ده كلام قريب من الصح. أحمد إبراهيم بيفضل في الغلاف الجوي، ده يعني مش صح أوي، هيبقى فضلات في الفضاء مظبوط، اللي هي الصورة اللي أنا رسمها لك دي الموجودة قدامك دي صورة طبعا مش حقيقية، دي صورة جرافيكس ناسا وكالة ناسا عاملاها توضح لك الأقمار الصناعية بتروح فين بعد ما بتموت في الفضاء. هو اللي هيحصل يا باشمهندسين، القمر الصناعي لو خرج عن مداره اللي هيحصل إن هو حاجة من اتنين، يا هيبعد عن الأرض ويروح بقى مكان ما يروح في الفضاء خلاص انتهى، يا إما هيصطدم بحاجة نيزك أو حاجة في ويتحول إلى زي ما زميلكم كتب بقايا في الفضاء كده، زي الصورة اللي مرسومة قدامكم، يتكسر ويفضل داير حوالين الأرض كده البواقي بتاعته. يا إما الحالة الأرجح إن هو الأرض بتشده بفعل الجاذبية الأرضية بتشده ليها، فبيتشد فعلا ناحية الأرض وبيقع ناحية الأرض، إنما لأنه هو حجمه صغير مجرد ما بيدخل طبقات الغلاف الجوي بيتحرق في طبقات الغلاف الجوي. دي حاجة ربنا خلقها كده في الغلاف الجوي، إن أي حاجة تقع على الأرض بحجم معين الغلاف الجوي بيحرقها. ده بيحصل برضه في النيازك، لو الناس تشوف فيديوهات على اليوتيوب لما بيحصل نيزك جاي على الأرض بتلاقيه جاي على الأرض يدخل الغلاف الجوي بيتحرق ويتفتت وما بيوصلش الأرض. لو طبعا حجمه ضخم في الحالة دي بيقدر بيتفتت منه جزء، لو نيزك طبعا حجمه ضخم بيتفتت منه جزء وبيعدي جزء تاني من الغلاف الجوي، وهنا ممكن يقع على الأرض ويعمل مشكلة. إنما القمر الصناعي في الديزاين بتاعه بيتصمم إن أبعاده بتبقى أبعاد صغيرة، وأثناء رجوعه أو وقوعه في الغلاف الجوي بيتحرق في الغلاف الجوي ما بيوصلش الأرض نهائي. باشمهندس أحمد إبراهيم، ما أنا بقول يا باشمهندس لا، ده برضو سؤال كويس. طب وإحنا أعتقد أنت تقصد طب القمر الصناعي ده أصلا وإحنا بنطلعه الفضاء، يعني هو دلوقتي على الأرض عملناه خلاص صنعناه في الأرض وعايزين نطلعه بقى الفضاء، ما اتحرقش ليه وهو طالع بيعدي عليه في الغلاف الجوي؟ ما اتحرقش وهو طالع لأن هو ما اتحرقش وهو طالع إن باشمهندس بيطلع في صاروخ وبيبقى محطوط في بوكس كده، طبقة حامية محطوط جوه صاروخ، الصاروخ هو اللي بيخترق طبقات الغلاف الجوي، بيبقى بأبعاد معينة وماتيريالز معينة مقاومة الحرق اللي بيحصل في الغلاف الجوي. الصاروخ بعد ما بيطلع الفضاء خلاص عدينا طبقات الغلاف الجوي بيتفتح بيطلع القمر الصناعي، والقمر الصناعي بعد كده بينطلق ويروح يلف حوالين الأرض في مدار. سؤال باشمهندس أحمد شعبان، سؤال محترم، ايه اللي بيحافظ عليه في مكانه؟ بص هو ده موضوع معقد شوية، هو باختصار ان هو لو انت مثلا لو انت عندك هشرحها لك كده باختصار شرح تقريبي كده، لو عندك طبق مش مسطح يعني طبق مايل كده، وانت حاطط نقطة في نص الطبق ده وليكن النقطة دي هي الأرض، تمام؟ لو انت جبت مثلا بلية أو كرة صغيرة ورحت جاي مدحرجها على الطبق، لو دحرجتها بسرعة معينة وبزاوية معينة هتفضل تلف في الطبق ده حوالين النقطة اللي في النص الطبق دي. من قوانين الجاذبية أو قوانين النسبية إن أنت لو حطيت جسم حوالين جسم تاني، الجسم ده ليه أبعاد معينة ومشيته بسرعة معينة في مدار معين بزاوية معينة هيفضل يلف بفعل الجاذبية الأرضية حوالين الأرض. الأرض وهي بتشده ما بتقدرش تشده توقعه عليها. باشمهندس أحمد شعبان لأ، لأن الفضاء مفهوش فريكشن. هو كلامك صح، لو الفضاء لو أنت
تعمل حاجه في الارض هنا زي ما احنا قلنا المثال بتاع الطبق اللي انا قلته ده، الكره وهي ماشيه على الطبق بيحصل لها احتكاك في الطبق فسرعتها بتقل وفي الاخر هتقع. انما في الفضاء مفيش احتكاك، وبالتالي لو انت ظبطت السرعه بتاعته وظبطت المدار بتاعه الارض بتعمل تانية للمدار بس من غير ما توقع القمر على الارض. ده موضوع طبعا معقد، انما ده باختصار هو الكونسبت بتاعه، ان مفيش احتكاك في الفضاء، مفيش مقاومه، الفضاء فراغ، وبالتالي القمر سرعته ما بتقلش وهو ماشي. وطبعا محطات التحكم لو لاحظت اي خلل في سرعه القمر او حاجه بتزود سرعته او بتقلل سرعته علشان الدنيا تفضل مظبوطه. باشمهندس شادي، لا بصراحه ما اعرفش الموضوع بتاع القمر الصناعي ده. طيب انتهينا كده من باشمهندس محمد سامي. هي مخلفات الأقمار الصناعية دي بتتكون في على ارتفاع معين من الأرض، والأقمار الصناعية الفعلية اللي هي شغالة بتكون على بعد أبعد من كده، فمش هيحصل بينها مش هيحصل بينها تصادم. إنما طبعا ممكن القمر الصناعي لو هو طالع من مداره وماشي سارح في الفضاء ممكن هو ماشي يخبط في قمر صناعي تاني، إنما ما حصلتش حاجة زي كده لغاية دلوقتي بسبب إن الفضاء ضخم. يعني انت بتتخيل ان القمر الصناعي مثلا حجمه بالنسبه للارض صغير جدا، فمن النادر جدا ان قمر صناعي هو طالع من مساره رايح في الفضاء ان هو يخبط في قمر صناعي تاني. انما ده طبعا حاجه وارده ان هي تحصل، انما ما حصلتش لغايه دلوقتي. طيب هنكمل. في خطا الاستفاده المختار اللي انا كاتبه بالاحمر ده، انا كاتبه بالاحمر لان هو اتلغى خلاص، ما عادش موجود الخطا ده، انا حاطه بس هنا لانه موجود في الكتاب عشان الناس وهي بتذاكر الكتاب. خطا الاستفاده المختاره ده حصل ان اول ما نظام الجي بي اس ابتدى كانت هو زي ما قلنا نظام امريكي، في امريكا هي المتحكمه بيه، كانت امريكا بتسمح لنفسها بدقه 10 متر. دي كان اياميها هي دقه الجي بي اس كانت 10 متر، دلوقتي زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت 3 متر في حاله ان انت بتستخدم ريسيفر احادي الابعاد شغال احادي الموجه شغال ب L1 بس، ولو زودت جبت ريسيفر ثنائي الموجات او خليت الريسيفر يشتغل على الاقمار الجي ان اس اس كلها مش الجي بي اس بس بتقدر توصل، وسبت الجهاز طبعا اطول فتره ممكنه على النقطه بتقدر توصل لدقه كمان بالسنتيمتر. المهم ايامها الجي بي اس امريكا كانت سامحه لنفسها بدقه 10 متر، وسامحه لقطاع المستخدمين المدنيين بدقه من 100 ل 150 متر. كانت بتشوش على موجات الاقمار، كانت بتقلل يعني بالاختيار كانت بتقلل الجودة الجي بي اس اللي جاية من الأقمار الصناعية دي المستخدمين العاديين. فطبعا حصل طبعا إن مع الوقت الموضوع ده اتلغى من سنة 2000 تقريبا، اتلغى الموضوع ده وبقت أمريكا بتسمح بالدقة للعالم كله نفس الدقة اللي هي كانت 10 متر أيامها وزادت دلوقتي. فالخطأ ده اتلغى ما عادش موجود، إنما هو موجود في الكتاب فإحنا حطيناه بس كده إيه كمرجع يعني. طيب يبقى ألف وب وجيم زي ما قلنا ملكش تحكم فيهم، ما تقدرش، ده قطاع التحكم هو اللي بيصلحهم، انما انت كل دورك بتسيب الجهاز اطول فتره ممكنه على النقطه وتتاكد انت جبت ملفات التصحيحات من على النت وانت بتعمل التصحيح في السوفت وير. انما اللي انت بتتحكم فيه تحكم كامل هو رقم نقطه رقم د، عشان كده هنتكلم عليها بالتفصيل. النقطه رقم د اللي هي خطا التوزيع الهندسي للاقمار الصناعيه. احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت لما لو الناس تفتكر لما كنا بنتكلم عن اللي هو الار تي كي والكايناماتيك ميجرمنتس، لما قلنا الجهاز بيتحط على الروفر العصايه دي، بس الروفر بيتحط على العصايه اللي هي البول بس، لازم قبل ما تبتدي ترصد النقط تعمل ايه؟ تقف على نقطه وتثبت الجهاز من 5 ل 10 دقائق عشان تتاكد ان هو اشتغل وبدا يتصل بالاقمار الصناعيه والدنيا بقت تمام. قبل ما تقيس يا باشمهندسين لازم تبص على توزيع الأقمار الصناعية وتتأكد إن التوزيع هندسي جيد، لأن ده هيدي لك ايرور، الايرور ده أنت اللي مسؤول عنه وده بسببك أنت وأنت اللي مش هتعرف تصلحه. طيب افرض لأن التوزيع مش كويس بستنى فترة أطول لحد ما ألاقي التوزيع كويس بالنسبة لي. طب هعرف منين إذا كان توزيع الأقمار الصناعية كويس ولا مش كويس؟ مبدئيا طبعا زي ما قلنا انت بتستنى لما يبقى عندك مينيمم الريسيفر بتاعك متصل باربع اقمار، ولكن الريكومندد زي ما قلنا انا ما بشتغلش غير على 7 أو 8 أقمار ان امكن. فضلت مستني 10 دقائق ربع ساعه وهو ما جابش اكتر من 6 أقمار خلاص هشتغل 4 أقمار ومفيش حل، يعني مفيش حاجه، هو يعني
ما حصلتش معايا ان هو جاب 4 اقمار بس. بس لو حصل معاك انه 4 اقمار وخلاص ما بيزيدش، هتشتغل على 4 اقمار، مفيش مشكلة. اقل من 4 اقمار ما تشتغلش. طيب ايه اللي بيعرفني ان انا التوزيع بتاعي كويس ولا مش كويس؟ هتلاقي ان الريسيفر على الشاشة بتاعته، والريسيفر على فكرة بيشتغل بويندوز موبايل، هتلاقي فوق كده في التاسك بار اللي فوق او تحت حسب الريسيفر اللي انت شغال بيه، هتلاقي كاتب لك نمبر اوف ساتلايتس، او رسم لك كده رسمة ساتلايتس وكاتب لك مثلا 8، وكاتب لك كان بقى حاجة اسمها دي او بي، دي او بي بيساوي كذا، وحاطط لك رقم. الدي او بي ده حاجة اسمها معامل دقة الأقمار او dilution of precision، dilution of precision دي او بي اللي هو معامل دقة الأقمار. تعريفه ايه؟ التعريف ده مهم، هو معيار او معامل بيعكس جودة التوزيع الهندسي للأقمار الصناعية المرصودة من قبل المستقبل. هتلاقي المستقبل كاتب لك رقم كده، لما تلاقي الرقم ده اقل من 4 خلاص ماشي، يبقى انا كده ده الدي او بي توزيع هندسي مقبول، اقدر اشتغل على الدي او بي ده. الوضع المثالي ان دي او بي يكون اقل من 2، ده اللي هو الوضع البيرفكت اللي هيدي لك اعلى دقة. لو الدي او بي طالع اكتر من 4، يعني طالع مثلا 5، 5.5 وبيقلش، ما بيزيدش عن كده، او بيقلش اسف عن كده، خلاص ماشي هتشتغل، بس تبقى عارف ان انت الدقة بتاعتك هتتأثر شوية. لو الدي او بي اعلى من 6 ما بشتغلش خلاص كده، يبقى الدي او بي كل ما بيقل كل ما بيبقى افضل. الحاله المثاليه اقل من 2، الحاله الجيده اقل من 4، من 4 ل 6 يعتبر مقبول، اعلى من 6 مش هشتغل خلاص. يبقى معرف تعريف الدي او بي ده مهم جدا، الارقام دي مش موجوده في الكتاب، زودها عندك وانت بتذاكر. طيب الدي او بي ده بقى بيتحسب على اساس ايه؟ بص على الرسومات اللي تحت. لو الاقمار كلها انت واقف شغال، الاقمار كلها متركزه فوقيك مش متوزعة في السماء، اعمل لك ده هاي دي او بي او ويك جيومتري، توزيع هندسي سيء. لو الاقمار متوزعة توزيع زي ما انت شايف الرسمة اللي على اليمين، الرسمة تحت اللي على اليمين، مغطية توزيع مغطية السماء حواليك او متوزعة على مسافات كبيرة ما بينها وبين بعض، ده بيديك لو دي او بي او سترونج جيومتري. نفس الرسومات اهيت في 3D، وطبعا في رسومات شبه دي في الكتاب، رسومات كويسة برضو، اسهل شويه في الرسم، الرسومات دي التوضيح ليك بس، انما اللي في الكتاب هتلاقي في رسومات اسهل ان انت تعرف ترسمها في الامتحان، يعني عشان لو سالتك عن خطا التوزيع الهندسي للاقمار الصناعيه وارسم لنا توزيع جيد وارسم لنا توزيع سيء، ممكن ترسم الرسومات اللي في الكتاب اسهل من الرسومات دي، الرسومات دي اوضح شويه. الرسمه اللي على الشمال هنا انت شايف الاقمار الصناعيه كلها متركزه في ناحيه واحده، ده برضو باد دي او بي او هاي دي او بي، يعني باد جيومتريك ديستريبيوشن. اللي على اليمين لا، الأقمار الصناعية متوزعة توزيع أفضل، هديلك لو دي أو بي يعني جود جيومتريك ديستريبيوشن. إيه اللي بيحكمني؟ بص كده على الرسمة اللي على اليمين، هتلاقي الأربع أقمار صناعية مع الريسيفر بتاعك اللي على الأرض عاملين مجسم كده ثلاثي الأبعاد زي منشور كده. كل ما المنشور ده حجمه يكبر، كل ما التوزيع الهندسي بتاعك يبقى أفضل، كل ما الدي أو بي بتاعك يبقى قيمته إيه؟ قيمته أقل. تاني، كل ما المجسم الأقمار الصناعية عاملاه مع بعض ومع الريسيفر الشكل الثلاثي الأبعاد ده، كل ما حجمه بيبقى أكبر يبقى مغطي جزء أكبر من السماء، كل ما التوزيع الهندسي يبقى أحسن، كل ما الدي أو بي يبقى أحسن. يعني إيه الدي أو بي يبقى أحسن؟ يعني قيمته تبقى أقل. خلي بالك من الحتة دي عشان مكتوبة في الكتاب إن حجم المجسم بيتناسب طرديا مع الدي أو بي، معناها هنا يقصد الكتاب يقصد مش بيتناسب طرديا مع قيمة الدي أو بي كرقم، لا بيتناسب طرديا مع جودة الدي أو بي. يعني المجسم كل ما بيبقى أكبر حجمه كل ما بيبقى الدي أو بي أفضل أو كفاءته أحسن، معنى كفاءته أحسن إن قيمته أقل، وكل ما القيمة بتاعته بتقرب من الصفر كل ما بيبقى أحسن، طبعا عمرها ما هتوصل للصفر. سهل على فكرة إن أنت توصل لدي أو بي قليل في الموقع، لأن القمر بيتوصل على طول بيه، الريسيفر بيتوصل بكل الأقمار اللي هو يقدر يتوصل بيها، وكل ما القمر عددها بيزيد توزيعها بيبقى أحسن، كل ما الدي أو بي بتاعك بيقل. النقطة التانية طبعا عشان أحسن التوزيع الهندسي، إن أنا لو الريسيفر بتاعي ريسيفر جي إن إس إس، يعني يقدر يشتغل على كل الأقمار الصناعية من الجي بي إس وجلونس وجاليليو وغيرها زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، هيبقى عندك أقمار أكتر تغطية أحسن للسماء، وبالتالي دي أو بي أقل. ولو الجي بي إس وساعات ريسيفر الجي بي إس بتاعك بيبقى هو ستاندرد أو الديفولت بتاعه إن هو شغال على الجي بي إس بس تقرا المانيوال بتاعه كويس، لانه ممكن يكون اوبشن في اوبشن ان انت تضيف لي سيستمز التانية، تقدر تضيف سيستمز التانية وتشتغل.
تمام كده. احمد محمد شعبان، باشمهندس احمد شعبان، بيقول نظام الجي ان اس اس ماله يا باشمهندس؟ احنا قلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت، هو سؤال مهم وهتتسال فيه غالبا في الامتحان، دقه جهاز الجي بي اس والجي ان اس اس ايه. هقولها لك تاني بسرعه. جهاز الجي بي اس لوحده لو بيشتغل على فريكوينسي واحد بس، باند ال واحد فقط، يبقى انت تقدر تجيب فيه دقه مبدئيه 3 متر. لو سبت الجهاز شغال على النقطه، كل ما تسيبه شغال اطول، كل ما الدقه بتاعتك ايه، كل ما الدقه بتاعتك تزيد. لو سبته شغال اليوم كله ممكن توصل فيه لدقه سنتيمترات. تمام. نظام الجي ان اس اس لا، بيبدا بدقه اقل من 3 متر. لو انت شغال برسيفر جي ان اس اس ووصلته على اقمار الجي ان اس اس، ممكن يبتدي من 1 متر او نص متر، وبعد كده في زمن اقل، يعني في خلال مثلا ساعتين 3 أو 4 ساعات بالكتير، تقدر توصل بيه لدقه السنتيمتر. يبقى الجي بي اس والجي ان اس اس الاثنين تقدر توصل بيهم في النهايه لدقه السنتيمتر اللي انت عايزها، حسب المشروع اللي انت فيه او حسب الدقه اللي انت عايزها. الجي بي اس بيحتاج وقت اطول عشان توصل بيه الى دقه السنتيمتر، خصوصا لو كان شغال ببند واحده او شغال بفريكوينسي واحد. الجي ان اس اس برضه بيبدا بدقه بالامتار، وبعد كده بس بيبدا طبعا بدقه اقل او دقه احسن، يعني كرقم اقل من الجي بي اس، ممكن توصل متر او نص متر، وساعات كمان توصل اقل من نص متر. وبعدين لما تسيبه شغال فتره اقل، ساعتين او 3، يوصل لدقه السنتيمترات اللي هي عايزها. فهو اكفأ واسرع في الشغل نظام الجي ان اس اس، بس ده لا يعني ان الجي بي اس وحش، هو يحتاج بس وقت اطول. طبعا لو استخدمت دول فريكوسي او جهاز ثنائي التردد، خصوصا الموجة الجديدة اللي احنا قلناها المحاضرة اللي فاتت، اللي هي موجة L5 اللي بدأت من سنة 2018، لو الجهاز بتاعك L1 و L5 مع بعض، هيبدأ بدقة أعلى وهيوصل لدقة السنتيمتر اللي انت عايزها في زمن كمان أقل من الجهاز أحادي الأبعاد. سؤال كويس طبعا، وفي سؤال زي ما قلنا دايما بيتكرر في الامتحان، ما هي دقة جهاز الجي بي اس، وكيف يمكنك الحصول على دقة أعلى باستخدام جهاز الجي بي اس؟ خلاص أظن النقطة دي كده ايه، وضحت. طيب عايزين نتكلم شوية أكتر عن الـ DOB. بص على الرسمة دي، احنا الرسمة ديت طبعا احنا بس عاملين قمرين صناعيين اتنين علشان للتوضيح بس أو للتبسيط فقط. ايه اللي بيحصل؟ تخيل ان القمر الصناعي ده عبارة عن برجل انت ماسكه في ايدك، راس البرجل هي القمر الصناعي، وانت فاتحه بنص قطر معين وعايز ترسم دايرة. لو ايدك مش مهزوزة، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت هترسم دايرة عبارة عن خط مستقيم دقيق حوالين البرجل اللي انت بتلف بيه. طيب لو ايدك مهزوزة، في خطأ في القياس وانت شغال، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت مش هترسم بقى دايرة مظبوطة، انت هترسم، هتلاقي الخط بتاعك عمال يطلع ويدخل يطلع ويدخل حوالين الخط الصح اللي كان المفروض يتعمل. هو ده اللي حصل في نظام الجي بي اس. المشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها من أول محاضرة، اللي هي فرق الزمن ما بين الساعة الذرية اللي موجودة في الجي بي اس والساعة العادية اللي موجودة في الريسيفر اللي معاك، ما يقدرش يحط لك ساعة ذرية في الريسيفر، ثمنه هيبقى غالي جدا. فالمفروض إن أنت لو الزمنين دول زي بعض، القمر الصناعي هيدي لك أو الريسيفر بتاعك هيحسب لك الزمن حساب دقيق، أو هيحسب لك الزمن حساب دقيق، وبالتالي هيحسب لك المسافة ما بين القمر الصناعي والريسيفر حساب دقيق. انما المشكله هنا، لان في فرق زمن بين الاثنين، الريسيفر بيبقى عنده مشكله. طبعا عندي زمن من القمر الصناعي وعندي زمن اللي انا قايسه في الساعه بتاعتي، في فرق ما بينهم يعمل لك ايرور في الزمن. فبدل ما القمر الصناعي يبقى قايس دايره حواليه اللي هي خط مستقيم التقيل ده اللي مرسوم في الرسمه ده، يبقى في ميرجن اوف ايرور، او في حيز للخطا، اللي هي الخطوط الخفيفه شويه اللي مرسومه حوالين، او المساحه الخفيفه شويه اللي مرسومه حوالين الخط الرئيسي. فلو عندك قمرين وعايز تحسب اكس وواي بس، هتلاقي ان اللي بيحصل مش بقى مش ان مش دايرتين رئيسيتين بيتقاطعوا مع بعض في نقطة القياس اللي انت عندك اللي انت شغال فيها بالظبط، لا، اللي بيحصل ان بسبب الخطأ ان القمر الصناعي بيدي لك او الريسيفر بيدي لك قياس المربع الازرق اللي انت شايفه ده، بيدي لك احداثيات جوه المربع الازرق ده، قريبة بقى من الاحداثيات الحقيقية او بعيد عنها انت وحظك. ده اسمه ميرجن اوف ايرور، وده ناتج عن فرق الزمن ما بين الريسيفر وما بين القمر الصناعي، وان في خطأ في قياس المسافة بين القمر الصناعي والريسيفر نتيجة اختلاف الزمن. ما بيديلكش مسافة واحدة صحيحة، لا، بيديلك مسافات غلط بتعمل لك الايرور الموجود ده. فالحالة المثالية احنا كنا عايزين ايه، دايرة ودايرة يتقاطعوا في نقطة يديلك
الاحداثيات. انما اللي بيحصل بسبب الخطا ان في مساحه ومساحه بيتقاطعوا مع بعض فيدي لك المساحه بتاعه الخطا اللي هي المربع الازرق ده، والاحداثيات اللي بيديها لك في مكان ما جوه المربع ده وفيها خطا عن النقطه اللي انت كنت عايز تقيسها. طيب لو رسمنا الرسمه دي على البلان، الرسمه دي مهمه يا جماعه، مش موجوده في الكتاب او في واحده شبهها في الكتاب مش واضحه قوي، فاحنا هنلتزم بالرسمه دي. لما اسالك في الامتحان عرف الدي او بي وبالرسم، هتكتب لنا التعريف بتاع الدي او بي، تشرح لنا يعني ايه دي او بي، وهترسم لنا الرسمه دي رسمه بسيطه خالص. بص اللي على الشمال اللي مكتوب عليها لو دي او بي، القمرين الصناعيين ساتلايت 1 وساتلايت 2 بعاد عن بعض مغطين مساحه كبيره من الارض. زي ما قلنا القمر الصناعي اللي على سات 1 مثلا قياس الرينج بتاعه او قياس المسافه بتاعته هو الشريط الاصفر ده. ليه مش خط مستقيم؟ بسبب الخطا اللي احنا قلناه بتاع الزمن اللي بيعمل خطا في قياس المسافه. القمر الثاني قياس المسافه بتاعته هو الرينج الازرق ده. وبعدين اللي بيحصل ان الاثنين بيتقاطعوا مع بعض زي ما انت شايف، مش بيدي لك النقطه بالظبط، هيدي لك الرينج بتاع القراءات او رينج احداثيات في النقطه مربع التقاطع او شكل معين بتاع التقاطع الاحمر ده. طيب بص الناحيه الثانيه، الصوره الثانيه، لان القمرين الصناعيين جنب بعض بالظبط التوزيع الهندسي بتاعك مش كويس، في عندك هاي دي او بي. ليه في هاي دي او بي؟ لان لما يتقاطع القراءه بتاعه القمر الصناعي الاول مع القراءه بتاعه القمر الصناعي الثاني لانهم قريبين من بعض، اللي هيحصل ان الشكل الاحمر كبر، وبالتالي الفرق ما بين الاحداثيات الصح والاحداثيات القمر الصناعي هيديها لك هيبقى اكبر. كل ما الشكل الاحمر ده يكبر كل ما الايرور بتاعك يكبر، كل ما الدي او بي هيبقى اكبر. تمام كده، فيها مشكلة الرسمة دي؟ يبقى ده باختصار توضيح مفهوم الدي او بي وليه الدي او بي بيبقى افضل لما يكون الاقمار الصناعية متوزعة توزيع هندسي كويس. خلاص يبقى الرسمة دي يا باشمهندسين نضيفها معانا لما يسألك يقول لك لما يسألك يقول لك عرف الدي او بي بالرسم، هترسم لنا الرسمة دي. باشمهندس السيد محمد هرد عليك حالا. باشمهندس محمد سامي بيقول لي هي الدايرة اللي حوالين القمر الصناعي بترمز لإيه؟ الدايرة اللي حوالين القمر الصناعي دي بترمز يا باشمهندس ما بين الخطأ في قياس الطول اللي احنا جبناها من الرسمة اللي فاتت، الخطأ في قياس المسافة بين القمر الصناعي والريسيفر. احنا قلنا إن القمر الصناعي بيبعت سيجنال للريسيفر، الريسيفر بيقيس الزمن اللي خدته السيجنال ما بين عشان توصل من القمر الصناعي لحد عنده، وبعدين بيضرب الزمن في المسافة في سرعة الضوء يدي لك المسافة. المشكلة هنا إيه؟ المشكلة إن القمر الصناعي الساعة بتاعته دقيقة جدا، الريسيفر الساعة بتاعته أقل دقة، فالريسيفر لما بيقيس الزمن ده مش هو الزمن الصح 100% اللي الموجة خدته عشان توصل إلى الأرض، الزمن ده فيه إيرور، فبالتالي بيبقى عندك طولين أو مسافتين ما بين القمر الصناعي والريسيفر. المسافة الصح اللي كان الريسيفر هيقيسها لو كانت الساعة بتاعته ساعة ذرية، والمسافة الغلط شوية اللي فيها خطأ شوية الريسيفر أسهل إن الساعة بتاعته ساعة غير ذرية. مارجن الايرور ده اللي هو الخطأ اللي هو القياس الصح اللي كان المفروض يحصل ناقص القياس الغلط ده اللي احنا بنمثله بالشريط الأصفر والشريط الأزرق ده. لو كان الريسيفر فيه ساعة ذرية كنت رسمت لك خط واحد خلاص، ده مفيش خطأ في الزمن هنا ومفيش خطأ في المسافة، الريسيفر بيقيس المسافة مظبوط. انما لان في فرق في الزمن او في فرق في المسافه، فالبوزيشن اللي الشريط بيقيسه الريسيفر بيقيسه بيبقى عباره عن خطين كده، عباره عن شريط مش خط مستقيم. ومثلناها دي زي ما قلنا من شويه بالبرجل، لو انت معاك برجل وراس البرجل ده هو القمر الصناعي، راس البرجل ده القمر الصناعي بتاعك، جربها كده في ورقه، لو ايدك مظبوطة ما بتتهزش هتلاقيك رسمت ايه، رسمت دايرة بالظبط كده، انت الرينج بتاعك نص القطر مظبوط، نص القطر بتاعك مظبوط ثابت ما بين النقطة اللي انت حاطط سن البرجل عندها وما بين اللفة بتاعة البرجل، نص القطر ثابت طول ما انت بتلف. طب لو ايدك مهزوزة او جبت طفل مثلا قلت له ارسم الدايرة دي والبرجل، هتلاقي ايده بتتهز فالبرجل عمال يروح ويجي منه يمين وشمال فما طلعش في الاخر خط مستقيم،
او دايره مستقيمه بالظبط، ده طلع ايه عمال يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل حوالين الخط اللي كان المفروض يبقى في النص. تخيل ان انت بقى ايه رسمت دايره بره وجوه الزجزاج اللي هو عامله ده، على حدود الزجزاج من بره ومن جوه هيدي لك ايه، هيدي لك الشريط اللي انا رسمه ده او اللي هو الاصفر والازرق ده. باشمهندس، في باشمهندس سأل سؤال محترم هندور عليه، بس باشمهندس سيد محمد انت عكستها شويه، هو الزمن بتاع القمر الصناعي هو اللي صح 100%، الزمن بتاع الريسيفر هو اللي فيه خطأ، وانا كده كده بستخدم الزمن اللي في الريسيفر لان هو ده اللي عندي كمستخدم، تمام؟ فانا بستخدم الزمن اللي في الريسيفر، الزمن الريسيفر هو اللي فيه خطأ، فبالتالي بيطلع عندي خطأ في فرق الزمن او في عندي خطأ في قياس المسافه. باشمهندس محمد سامي، الدايره حول القمر خلاص شرحناها، اتمنى ان تكون وصلت لك. احمد، باشمهندس احمد ابراهيم شرحنا الرسمه تاني. باشمهندس احمد كمال، دي زي الدايره اللي بتظهر في الموبايل، هي انت قريبه من نفس فكره الدايره اللي بتظهر في الموبايل، الموبايل بس الموبايل بيرسمها يعني الموبايل بيرسمها بفيجواليزيشن بطريقه تانية. الموبايل بيعمل ايه؟ الموبايل بيعمل لو انت متصل بالقمر الصناعيه وتوزيع هندسي كويس ومفيش حواليك عقبات راس زي ما هنقول كمان شويه، بتلاقي الدايره بتاعتك طالعه صغيره في النص، جايبه لك اللوكيشن بتاعك مظبوط. طبعا حتى اللوكيشن ده بالموبايل بيبقى فيه ايرور بالمتر، بس ده يعتبر ادق يعني ادق قياس تقدر توصل له بجهاز الجي بي اس الصغير اللي معاك ده. لو في عندك مشكله في توزيع الاقمار الصناعيه او حواليك عمارات كتير او انت معدي تحت كوبري والسيجنالز اللي جايه لك كلها جايه من الانكسار، بتلاقي الدايره ايه، بتلاقي الدايره كبيره وانت في مكان ما جوه الدايره دي. فين بقى في الدايره دي؟ مش هتقدر تعرف غير لما تتصل بأقمار صناعيه اكتر او تبدا تبعد عن العقبات اللي انت موجود فيها، ويبتدي ايه الكفاءه بتاعتك تتحسن شويه او الدي او بي بتاعك يتحسن شويه. فيها باشمهندس احمد كمال هي نفس الفكره، ولكن بيمثلها لك على الموبايل بشكل يعني ايه مختلف شويه عشان تفهمه انت كمستخدم عادي. باشمهندس محمد سيد برضو بيسال سؤال محترم برضو، هي مش المفروض يكون ده شكل كروي ثلاثي الابعاد مش دايره؟ اه طبعا المفروض يكون شكل كروي، بس انت شغال على نقطه، يعني انت شغال على نقط في موقع معين. خدنا الكلام ده خالص في اول محاضره في المساحه، ان انت شغال على نقط في موقع بتاعك. لو انت شغال مساحه مستويه بتهمل كريه الارض، لو انت شغال بقى في شبكه جيودسيه اه لازم تدخل كريه الارض معاك في الحسابات. ولكن انت برضو لو بصيت على الرسمه، لو بصيت على الرسمه يا باشمهندس لسه مع باشمهندس محمد سامي، لو بصيت على الرسمه هتلاقي ان بص على الرسمه اللي على الشمال كده، هتلاقي النقطه بتاعه البوزيشن حواليها الشكل اللي هو الاحمر اللي هو فيه الايرور بتاع الاس، هتلاقي ان الشكل ده حدوده ما هياش خطوط مستقيمه، حدوده فيها برضو كيرب شويه كده، لان يعني زي ما انت بتقول ايه انا مش قايس، يعني ده شكل عباره عن زي كانك جايب ارض مثلا، لو الارض منحنيه شويه كده في الموقع كانك جايب ملايه وحاططها على الارض وراسم الشكل ده، الشكل ده شكل ثلاثي الابعاد زي ما انت بتقول، بس احنا بنقربه نفس الكلام طبعا في الشكل في الصوره اللي على اليمين، بس احنا بنقربه بس هنا كرسمه دي كبلان للتوضيح ليك مش اكتر، بنعتبر ان الارض افقيه عشان تفهم بس الكونسبت بتاع الكونسبت بتاع الموضوع ده الدي او بي. الباشمهندس احمد شعبان بيقول هل مع الوقت بيتحول الخط لخط مستقيم؟ هو يعني هو مش هيتحول لخط مستقيم قوي برضو، في الاخر هيفضل برضو في خطأ زمن بسيط جدا، ولكن الخطين دول بيقربوا جدا من بعض وبتوصل في الاخر الى النقطة اللي انت عايزها. انما ايه اللي بيحل مشكلة الزمن وبيوصلني لدقة السنتيمتر اللي انا عايزها زي ما قلنا برضو في اول محاضرة، هي الرصد على اربع اقمار زي ما هنشوف الرسمة اللي جاية دلوقتي، الرصد على اربع اقمار او اكتر هي اللي بتحل لي مشكلة الزمن وبتحسن لي الدي او بي. عشان كده لو انت واقف بالجهاز في الموقع كل ما هتلاقي عدد الاقمار بيزيد كل ما هتلاقي الدي او بي بيقل. تكلفة رصد الجي بي اس هي دي تختلف تماما، يعني هو مبدئيا في مصر طبعا غالي، فزي ما هنقول في اخر المحاضرة دلوقتي هنتكلم عن الحتة ديت، امتى استخدم الجي بي اس وامتى استخدم التوتال، الكلام ده هنتكلم عليه باختصار في آخر المحاضرة. فده طبعا 100% يتوقف عن وضعك ايه كمهندس، هل انت شغال مثلا في شركة كبيرة والشركة الكبيرة دي عندها أجهزة جي بي اس، في الحالة دي الشركة عندها الأجهزة كده كده وانت نازل تشتغل بالجهاز اللي انت بتملكه فما عندكش مشكلة. انما ممكن يحصل في موقع ان انت عايز تشتغل بجهاز الجي بي اس والجهاز مش عندك طبعا، فبتروح تأجر جهاز من حد عنده، والإيجار هو بقى هيحدد لك بقى ثمنه وبيبقى تكلفته غالية.
فعشان كده هنقول في الآخر المحاضرة إزاي أتعامل مع المشكلة دي. باشمهندس محمد سامي، انت احنا زي ما قلنا ان احنا الرسمه اللي انا راسمها دي راسمها على قمرين اتنين بس عشان اوضح لك بس الدي او بي، عشان الرسمه ما تبقاش بتلعبك، انما انت كلامك صح طبعا. وقلناها في اول محاضره ان قمرين اتنين بس ما ينفعوش، لان انا عايز اكس وواي وزد مبدئيا يبقى 3 اقمار، وعايز كمان قمر رابع عشان اصلح مشكله الزمن دي. فانا راسم لك بس رسمه توضيحية على قمرين عشان تفهم بس، أو أفهمك بس الحتة بتاعت القمرين اللي على الشمال، الصورة اللي على الشمال، القمرين لما كانوا بعاد عن بعض ومغطيين مساحة كبيرة من السماء، التقاطع بتاعهم عمل لي رينج ايرور اللي هو الأحمر ده، في ايرور طبعا بس قريب من البوزيشن، مش بعيد أوي عن البوزيشن، إنما لما كانوا قريبين من بعض الميرجن بتاع الايرور بتاعي كبر اللي هو الشكل الأحمر التاني، وبدأ يعمل لي ايرور أكبر من أو أبعد من البوزيشن الصح اللي أنا كنت عايزه. طب نشوف الرسمة دي بقى. لما يكونوا 4 أقمار صناعية، بص على الرسمة اللي على الشمال، هتلاقي إن نتيجة تقاطع الـ4 أقمار صناعية دي، نتيجة تقاطع الـ4 أقمار صناعية بحل مشكلة الزمن، وبقدر أوصل لأقرب توقع ممكن للنقطة بتاعتي، أو أقرب قياس ممكن للنقطة بتاعتي. لكن بص على الرسمة اللي على اليمين، حتى لو عندي 4 أقمار صناعية أو أكتر، لكنهم متركزين كلهم في مكان واحد، هيفضل برضو عندي نفس المشكلة، ان انا نفس المشكلة، ان انا مش هقيس نقطة بقى، هقيس ايه الشكل اللي هو شكل شبه معين ده او شكل شبه مستطيل، ونقطتي هتبقى في مكان ما في الشكل ده، هيبقى عندي ايرور برضو في القياس رغم ان انا شغال على 4 اقمار صناعية. وزي ما زميلكم قال كلام محترم، قال مش المفروض الشكل ده يبقى شكل ثلاثي الابعاد لان الارض كرية. كلامك صح طبعا، بس احنا هنا زي ما بنقول واخدين زي كروس سيكشن كده عشان توضيح بس في الرسم. مش مطلوب منك طبعا ترسم لنا الرسمة دي في الامتحان، صعبة عليك، انما الرسمة اللي فاتت اللي هي كانت في البلان بقمرين صناعين اتنين، وارسم اقواسك بقى لو معاك برجل او معاك منقلة، وارسم اقواسك ووضح لنا بس ان مساحة التقاطع الحمراء بتبقى قليلة لما يكون التوزيع كويس، وبتبقى كبيرة لما يكون التوزيع غلط. باشمهندس احمد ابراهيم، خلاص زمايلك ردوا عليك رد محترم اهوت، هي له اعلى دقة يعني، دي او بي بالعكس يعني، دي او بي كل ما يقرب من الصفر كل ما بيبقى احسن، كل ما يعلى كل ما بيبقى أسوأ. فلما أقول لك good geometric distribution معناها إن الأقمار الصناعية مع النقطة اللي أنت واقف عندها الريسيفر بيعملوا مجسم ثلاثي الأبعاد بيغطي مساحة كبيرة من السماء، معناها إن أنت عندك good DOB، معناها إن أنت عندك low value of DOB، يعني قيمة أقل، رقم قليل، الـ DOB هيبقى رقم قليل. خلاص، نتمنى كده إن موضوع خطأ توزيع الهندسة الأقمار الصناعية يكون واضح، لأن هو من المواضيع المهمة جدا وانت مسؤول عنه في الموقع. لو ما عندكش خبرة او ما تعرفش الكلام ده، هتشغل الجي بي اس وتفرح ان هو اشتغل وتقيس، لا انا بقعد استنى ابص عندي كام قمر وابص على الدي او بي، اول ما الدي او بي يبقى كويس زي ما قلنا اقل من 4 ممكن ابتدي اشتغل، اقل من 2 ده الوضع المثالي بتاعي، اعلى من 6 ما بشتغلش. خلاص، اتمنى كده ان احنا غطينا الاسئلة كلها، نكمل ندخل بقى على الجزء السهل اللي هو الأخطاء الناتجة عن مرور الموجات في طبقات الغلاف الجوي. اتكلمنا عنه باختصار برضو في المحاضرة اللي فاتت تقريبا أو اللي قبليها، قلنا إن السيجنال بتاعتك أو الموجة بتاعتك اللي جاية من القمر الصناعي للأرض ماشية مسافة طويلة بتعدي في طبقات الغلاف الجوي. الرسمة دي طبعا أنا جايبها من الكتاب، لأن الرسمة واضحة في الكتاب مش محتاجين نجيب رسمة من بره. المشكلة عندي طبعا الغلاف الجوي في طبقات كتير مش هنذكرها، ملناش دعوة بيها. المشكلة عندي بتبقى في طبقتين اتنين، طبقة الأيونوسفير وطبقة التروبوسفير. طبقة الأيونوسفير بيحصل فيها انكسار، طبقة التروبوسفير بيحصل فيها تأخير، احفظها كده. طيب، خطأ انكسار أو انحراف الموجة في طبقة الأيونوسفير، إيه الموضوع ده؟ طبقة الأيونوسفير ديت هي طبقة بتبتدي من 50 كيلومتر فوق سطح الأرض لغاية، يعني هتلاقي نهايتها بقى دي بتختلف من مرجع للتاني، إنما المقبول إن هي لغاية 2000 كيلومتر. يهمنا فيها الطبقة اللي تحت فيها اللي هي قريبة من الأرض اللي هي ارتفاع 200 كيلومتر دي، أو بسمك 200 كيلومتر. اللي بيحصل إن الطبقة ديت هي يعني هي ربنا خلقها عشان تحجز لنا الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية والإلكترونات والحاجات اللي هي ممكن تضرنا اللي جاية من الشمس، بتتحجز في الطبقة دي. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الموجة وهي جاية دي موجة مغناطيسية، والأيونوسفير فيه إلكترونات وفيه موجات برضه،
بيحصل ان الموجه بتاعتي وهي جايه اول ما تدخل طبقه الايونوسفير يحصل لها انحراف او انكسار، بعدين تمشي في طبقه الايونوسفير، بعد كده تعدي في التروبوسفير وتوصل للريسيفر بتاعي. طب ما يحصل لها انكسار، ايه المشكله؟ المشكله هنا ان انا الكونسبت بتاع استخدام القمر الصناعي هو ايه، ان انا بقيس مسافه دايركت من القمر الصناعي للريسيفر، خط مستقيم الموجه ماشيه فيه، ماشيه بسرعه الضوء، بقيس الزمن، بضرب الاثنين في بعض بجيب المسافه، ده الكونسبت. طب دلوقتي الخط اللي ماشي ده الموجه لما دخلت الايونوسفير اتكسرت، مبقتش بقيس خط مستقيم، فيعمل لي مشكله اضافيه في الزمن اللي الموجه مشيته، ومشكله اضافيه ان انا مش قايس المسافه الصح اللي انا كنت عايز اقيسها. طيب حلها ايه دي؟ انت كمستخدم عادي الحل مش في ايديك، انت لو في امكانك تستخدم مستقبل ثنائي التردد هيحل لك المشكله دي، لان الموجه L1 هي اكتر الموجات تاثرا بالايونوسفير، انما الموجه الجديده اللي عاملينها سواء بقى موجه L2 اللي هي بتاعت الاستخدام العسكري طبعا مش متاحه ليك، انما الموجه L5 الجديده قلنا المحاضره اللي فاتت ان هم بيصمموها اختاروا لها طول موجي اقل تاثرا بكتير جدا بطبقه الايونوسفير، وبالتالي لما يكون عندك مستقبل ثنائي التردد الريسيفر بيبص بيشوف المسافة اللي حسبها من L1 والمسافة اللي حسبها من L5، L5 بتبقى أدق فبيستخدم إيه؟ بيستخدم الموجة L5 لأن هي أدق. طيب هل في حل تاني؟ لو أنا مفيش قدامي مش في إمكانيات إن أستخدم مستقبل ثنائي التردد ومضطر أستخدم مستقبل أحادي التردد، إيه الحل؟ الحل هنا إن الشركة نفسها اللي عاملة القمر المستقبل بتبقى دافعة فلوس لي وعاملة منح دكتوراه وماجستير لطلاب بيشتغلوا في جامعات بره، إن هم بيشتغلوا في النقطة دي بس. بيبتدوا يعملوا إيه؟ بيبتدوا يعملوا كمبيوتر سيميوليشن كده، ويبتدوا يعملوا حالات مختلفة لطبقة الأيونوسفير لأن هي طبعا تركيز الإلكترونات فيها بيختلف من مكان لمكان، فيبتدوا يعملوا سيميوليشنز كده ويشوفوا لو الموجة جاية هنا في القمر الصناعي والطبقة دي كان تركيز الإلكترونات فيها كذا والأشعة السينية فيها كذا، الانحراف هيبقى كام؟ طب لو اتغيرت هيبقى الانحراف كام؟ طب لو اتغيرت هيبقى الانحراف هيبقى كام؟ وهكذا، يعملوا حاجة اسمها ماثيماتيكال موديل أو مودلز رياضية. المودلز دي وظيفتها إن هي بتحاول تتنبأ بدقة مقبولة من بيانات الغلاف الجوي اللي القمر الصناعي بيقيسها ومحطات الرصد بتقيسها للمكان اللي أنت بترصد فيه. طبقا لبيانات الغلاف الجوي اللي بتيجي المودلز الرياضيه دي بتبتدي تتوقع الموجه بتاعتك انحرفت قد ايه، وتبتدي تدي لك تصحيح للموجه دي، الريسيفر بيعمله اوتوماتيك وبيصلح لك المشكله دي. طبعا مش كل المودلز بنفس الكفاءه، في مودلز كتير جدا موجوده، والنقطه دي بتاعت الايونوسفير والتروبوسفير اللي هنتكلم عليها كمان شويه من اكتر النقط البحثيه اللي موجوده الناس شغاله فيها بره. فانت كمستخدم عادي خلاص اللي متاح بيك قدامك هتشتغل بيه. الريسيفر لو احد الابعاد هيبقى فيه سوفت وير في الريسيفر بيحاول يصلح الخطا بتاع طبقه الايونوسفير والتروبوسفير. لو انت شغال بريسيفر قديم وفي دلوقتي تصحيحات احدث اتعملت، ممكن تبتدي تجيب من على النت الماثيماتيكال موديل ده وتبتدي تصحح انت احداثياتك تاني طبقا للماثيماتيكال موديل الجديد ده. بس طبعا يعني مفيش حد بيعمل كده، الناس بتشتغل بيه اللي موجود قدامه بيشتغل بيه وخلاص، وبيديله دقة لحد كبير مقبول. طيب الخطأ اللي بعديه مشابه جدا ليه، خطأ طبقة التروبوسفير. طبقة التروبوسفير دي اللي هي الطبقة الغلاف الجوي اللي احنا بنحتك بيها بقى كبشر، اللي هي من سطح الأرض لحد ارتفاع 50 كيلومتر، هي اللي بقى فيها السحب وفيها بخار المية وضغط الهواء واختلافات درجات الحرارة والكلام ده كله. المشكلة هنا ايه؟ المشكلة ان الموجة زي ما قلنا ماشية بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية. سرعة الضوء ديت سرعة الضوء في الفراغ، يعني طول ما الضوء ماشي في الفضاء ماشي بالسرعة دي. أول ما يدخل طبقة التروبوسفير، لا طبقة التروبوسفير بقى فيها سحب وفيها بخار مية زي ما قلنا، وفيها بارتيكلز وجزيئات وغازات وحاجات كتير، فبالتالي الضوء ما بقاش ماشي في الفضاء بقى خلاص، ما بقاش ماشي في الفراغ ده، بقى ماشي في حاجة اسمها ميديم. لما يدخل في ميديم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن سرعته بتبتدي تقل، سرعة الموجة بتبتدي تقل. طيب تاني أنا كده بوظت الكونسبت اللي أنا شغال بيه بتاع الجي بي إس اللي بيقول إن أنا مسافة أفقية، مسافة دايركت، وبحسب الزمن وبحسب المسافة في الزمن، سرعة الضوء في الزمن دي المسافة. طب دلوقتي سرعة الضوء بقت متغيرة،
لانه ماشي بالسرعه، سرعه الموجه بقت متغيره انها ماشيه بسرعه الضوء في طبقات في الفضاء وطبقات الغلاف الجوي العاديه، واول ما تدخل التروبوسفير بيحصل لها ايه؟ السرعه بتاعتها بتقل. وزي ما انت شايف في الرسمه دي، لو القمر الصناعي بتاعك بص على بص على الريسيفر اللي على اليمين، اللي على يمين الرسمه، لو القمر الصناعي بتاعك بالنسبه للريسيفر زاويته ما هياش حاده قوي، بتلاقي ان الموجه مشيت مسافه اقل في طبقه التروبوسفير، وبالتالي خطا التروبوسفير ده بقى اقل، تاثيره بقى اقل. المشكله بتبقى اكبر لما يكون القمر الصناعي على زاويه حاده قوي زي الريسيفر اللي على الشمال، يعني القمر الصناعي على زاويه من 10 ل 15 درجه من سطح الارض، فالموجه جايه على المايل فبتمشي مسافه كبيره جوه طبقه التروبوسفير، وبالتالي تاثير طبقه التروبوسفير بيبقى اكبر على الريسيفر في حاله النقطه دي. نفس المشكله اللي فاتت بالظبط حلها هنا حاجتين، يستخدم مستقبلات ثنائيه التردد، لان الموجه L5 الجديده الغرض الاساسي ان هم عملوها هي ان هي اقل تاثرا بكتير بطبقه الاينوسفير والتروبوسفير، وبالتالي بتدي لي دقه اعلى في القياس، او ان انا بستخدم نماذج رياضيه زي ما قلنا ماثيماتيكال مودلز بتقعد تعمل درجات حراره مختلفه وضغط جوي مختلف وتركيزات بخار ميه واتموسفير بروفايلز مختلفه، وتقدر تستاثرها كده كمبيوتر سيميوليشن بالسوفت وير على الكمبيوتر، تاثيرها على الموجه، ويشوف بقى لو تركيز بخار الميه كان كذا الموجه سرعتها هتقل بكذا، لو تركيز بخار ضغط الهواء الجوي كان كذا الموجه سرعتها بتقل بكذا، ويبتدي يعمل معاملات كده ويسجلها في الريسيفر، يحط السوفت وير ده في الريسيفر. القمر الصناعي بيبعت بيانات الغلاف الجوي للريسيفر، الريسيفر بيبتدي يشوف الماثيماتيكال مودلز، يبص عليها ويبص على البيانات اللي جايه، يشوف ضغط الميه بخار الهواء اللي القمر الصناعي قايل عليه كان كام، ويروح يشوف التصحيح بتاعه كام في الماثيماتيكال مودلز، يشوف الضغط الجوي، يشوف درجات الحراره والكلام ده كله، ويبتدي يتوقع ويقول مثلا الموجه وهي ماشيه في طبقه التروبوسفير طبقا للماثيماتيكال مودلز اللي عندي وطبقا الى خصائص طبقه التروبوسفير القمر الصناعي مديها لي في المنطقه اللي انا فيها، السرعه مثلا قلت بنسبه 1%، فيبتدي يصلح الايه الخطا ده. ده بيدي لك دقة كويسة جدا، طبعا أقل شوية من المستقبلات ثنائية التردد لكنها مقبولة. طيب في حاجة تالتة ممكن أعملها أنا بقى في الموقع كمستخدم، حاجة اسمها استخدام زاوية قطع كبيرة. إيه بقى استخدام زاوية قطع كبيرة دي؟ أنت ممكن تقول للريسيفر، هو الريسيفر دلوقتي أنت حاطه في الموقع ومتصل بالأقمار الصناعية، جايب بقى 5 أقمار 6 أقمار 10 أقمار، وقايل لك إن أنا عندي 10 أقمار صناعية وعندي الدي أو بي بكذا. انت ممكن اوبشن بالنسبه لك في الموقع ان انت تختار ان الريسيفر ما يتصلش بقمر صناعي معين. طب بتعملها ازاي دي؟ ممكن تقول له طالما الاقمار الصناعيه اللي هي على زاويه من 10 ل 15 دي اللي مايله قوي على على سطح الارض دي هتبقى بالنسبه لي هتعمل لي مشكله في طبقه التروبوسفير، طب انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول للريسيفر خلي بالك وانت بتتصل بالاقمار الصناعيه ما تتصلش بقمر صناعي باي قمر صناعي زي 25 درجه. هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاقمار الصناعيه بتاعتك بدل ما كان مثلا متصل ب 8 اقمار بقوا مثلا 6. هل 6 رقم كويس؟ اه رقم كويس، مش مشكله اشتغل عليه عادي. فدي حاجه مقدرش استخدمها غير لو انا عندي عدد كبير من الاقمار، فعندي هنا اوبشن ان انا اشيل اقمارين او ثلاثه لو وجد اقمارين او ثلاثه بزاويه قاطع قليله، اقدر اشيلهم علشان اتاكد ان انا ما عنديش ايرور كبير في طبقه التروبوسفير. الناس اللي مش فاهمه زاويه القمر الصناعي يعني ايه، اسهل حاجه بص على الشمس وانت واقف في الشارع كده وبص على الشمس، الشمس وهي ماشيه في السماء زاويتها بالنسبه لك ايه؟ بتقل وبتزيد، في الظهر بتبقى فوقيك بالظبط يعني زاويتها 90 درجه بالنسبه لسطح الارض، الصبح بتبقى ايه؟ تحس ان هي قريبه من الارض شويه يعني زاويتها هنا زاويه حاده من الارض 10 درجات 15 درجه 20 درجه، وطول ما هي ماشيه عماله ايه؟ عمالة الزاوية بتاعتها بتزيد لحد ما توصل للظهر، بعد كده وهي متجهة للمغرب بتبتدي ايه تحس ان هي بتوطى ناحية الأرض يعني الزاوية بتاعتها مع الأرض بتقل، ده معنى زاوية القطع أو معنى زاوية الشمس بالنسبة للأرض. القمر الصناعي زيها هو بيلف حوالين الأرض، فحسب اللحظة اللي انت واقف فيها انت بقى وحظك القمر الصناعي مكانه فين، ممكن يبقى فوقيك بالظبط، ممكن يبقى على شمالك بشوية على يمينك بشوية قدامك في الشمال أو في الجنوب، ممكن يبقى واطي ناحية الأرض وبالتالي زاويته من 10 ل 15 درجة يبدأ يعمل لك مشكلة في التروبوسفير، فممكن إيه إن أنت تشيل الأقمار دي. خلاص يبقى الأيونوسفير والتروبوسفير هما أنا كمستخدم مفيش في إيدي حاجة غير إن أنا أول حاجة
استخدم متردد ثنائي، مستقبل ثنائي التردد لو امكن، ثنائي الموجات لو امكن، ان انا استخدم زاويه قطع كبيره عشان اقلل التروبوسفير لو كان عندي امكانيه لده وعندي عدد اعمار كبيره. الحاجه الثالثه ان انا الريسيفر بتاعي هيكون فيه ماثيماتيكال موديل بيحاول يصحح اخطاء التروبوسفير والايونوسفير، فبالتالي ان انا احاول اشتغل باجهزه جي بي اس حديثه. لو جهاز الجي بي اس بتاعي قديم وانا عارف انه قديم ومفهوش تصحيح للتروبوسفير والايونوسفير، يعني ما اعتقدش ان حاجه زي كده موجوده، بس ان وجدت ممكن بقى تبتدي تدور على حد ايه على حل ان انت تعمل تصحيح التروبوسفير والايونوسفير ده بنفسك عن طريق ان انت تنزل الماثيماتيكال مودلز. وانا شخصيا عمري ما احتجت ان انا اعمل حاجه زي كده، انما الشركات نفسها كل سنه بتعمل ابديتس للمودلز بتاعت الايونوسفير والتروبوسفير طبقا للبحث العلمي والتطور بتاع البحث العلمي اللي بيحصل. دلوقتي غطينا نوعين من الأخطاء الناتجة. الخطأ الثالث هو بقى الخطأ الناتج من، احنا غطينا الأخطاء الناتجة من قطاع الفضاء أو الأقمار الصناعية، والأخطاء الناتجة عن الغلاف الجوي. دلوقتي بقى الأخطاء الناتجة عن قطاع المستخدمين. باشمهندس أحمد شعبان، مستحيل تستخدم ساعة ذرية في الريسيفر طبعا، لأن هي أساسا هتخلي، هو أصلا الجي بي إس دلوقتي أصلا غالي، إنما أنت لو استخدمت ساعة ذرية في الريسيفر مفيش حد هيستخدمه أو هيشتريه أصلا. يعني هو لو في الإمكان إن أنت تعمل ساعة ذرية في الريسيفر كانت الشركات عملتها، فهم بيضطروا يستخدموا ساعات دقيقة برضو إنما مش ساعات ذرية، فمستحيل إن حد يقدر يستخدم ساعة ذرية في الريسيفر، هيبقى نظام الجي بي إس مش هيبقى مستخدم من ضمن الناس العاديين. انما ان وجد، واحنا قلنا ان لو كان الريسيفر الساعه بتاعته ساعه ذريه كان اسلك المسافه بالظبط اللي خدتها الموجه من القمر الصناعي للريسيفر، وكان هيبقى مفيش خطأ في الزمن. انما حتى لو الريسيفر فيه ساعه ذريه ده مش هيتفادى خطأ الايونوسفير والتروبوسفير برضه، لان الايونوسفير والتروبوسفير ده ملهوش علاقه بالزمن، هو ليه علاقه بطبيعه طبقه الايونوسفير والتروبوسفير. انا رديت عليك ودلوقتي لا، ما كانش هيتفادى طبعا اخطاء الطبقات. اخطاء الطبقات ملهاش علاقه بالساعه، هي لها علاقه بالطول الموجي للموجه اللي جايه من القمر الصناعي. وقلنا عشان كده المحاضره اللي فاتت، قلنا عشان كده هم زودوا من اول 2018 مع طريق البحث العلمي، لقوا ان هم لو عملوا موجه L5 ليها طول موجي معين وخصائص معينه، الموجه دي اقل تاثرا بالايونوسفير والتروبوسفير، وبالتالي الانكسار اللي بيحصل لها في الايونوسفير قليل جدا، والتأخير اللي بيحصل لها في التروبوسفير برضو قليل جدا. فالعالم دلوقتي ماشي بحاجة من اتنين، الناس الشركات الكبيرة والناس اللي معاها فلوس شغالين ب L1 L5 ريسيفر L1 L5 ما عندوش مشكلة خلاص في التروبوسفير ايونوسفير. الناس العادية او المستخدمين العاديين او الشركات العادية اللي بتحاول تعمل اجهزة جي بي اس باسعار متاحة للمستخدم العادي شغالين بالريسيفر العادي، ولكن الريسيفر ده عليه سوفت وير بيصحح اخطاء الغلاف الجوي طبقا للمعلومات اللي بتجيله من القمر الصناعي، وبيدي لك نتائج برضو ايه كويسه جدا، وكل سنه بيتعمل ابديتس للسوفت وير ده وبيحسن كمان الدقه بتاعتك اعلى واعلى. طيب الاخطاء الناتجه عن قطاع المستخدمين، حاجه اسمها خطا تعدد المسار، يعني احنا اتكلمنا عليه باختصار برضو قبل كده. وانا بقى في الريسيفر بتاعي بحاول ان انا اتفادى ان يكون حواليا عقبات. ليه؟ بص على الرسمة اللي قدامنا دي، الرسمة دي في الكتاب برضو، احنا عايزين نقيس الموجة اللي جاية من القمر الصناعي للريسيفر، خلاص هي دي الموجة اللي بنقيس لها فرق الزمن ونقيس لها المسافة وبعد كده نحولها لإحداثيات. اللي بيحصل لو انت حواليك منشآت، هتلاقي ان في موجات تانية هتوصل للريسيفر جاية من نفس القمر الصناعي، ولكن جاية نتيجة انكسار او اصطدام الموجة دي بالحاجات اللي حواليك. اللي على اليمين ده تقريبا اعتقد تل مثلا او جبل، اللي على الشمال ده مبنى ايا كان. فبالتالي الريسيفر بقى اللي واقف ده هتلاقيه هو جايله ايه، جايله في الرسمه اللي قدامنا دي جايله 3 موجات من نفس القمر الصناعي، في ما بينهم فرق زمني بسيط بس جايين بايه مسافات مختلفه. يعني بص الموجه اللي على الشمال اللي هي انكسرت من البيت دي قطعت مسافه اطول من الموجه اللي جايه دايركت من القمر الصناعي، فيبتدي الريسيفر بقى ايه يتلخبط، طب انا ايه المسافه الصح بتاعتي وايه الزمن الصح بتاعي، ويعمل لك ايرور. ودي من اشهر الايرورز اللي موجوده في الجي بي اس، واللي مسؤول عنها مسؤولية كاملة هو انت كمستخدم او كمهندس واقف في الموقع. احلها ازاي دي؟ قدامك حلين، حل منهم قلناه، ممكن ان انا احاول اعمل زاوية قطع اقول للريسيفر اي موجة جاية لك
على زاوية مثلا أقل من 25 درجة أو أقل من 20 درجة احملها، لأن يعني ديت موجة منكسرة جاية من ال جاية من الانكسار نتيجة المنشآت اللي حواليا. ولو كانت الموجة دي جاية من قمر صناعي أصلا، فأنا كده كده بهمله عشان طبقة التروبوسفير. ده الحل الأولاني. الحل التاني، في بعض الريسيفرز أو بعض أجهزة الجي بي إس بيبقى جاي معاه أنتنة. فاكرين الأنتنة اللي شفناها في رسم جهاز الجي بي إس الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت؟ في أنتنة شركات بتبقى عاملاها، بيقول لك لو أنت هترصد في مكان سكني حواليك مباني كتير وما قدامكش حل ومضطر ترصد هنا، ركب الأنتنة دي على الجهاز. الأنتنة دي بتقدر تعرف، تقدر تحسب فرق الطفيف بتاع الزمن اللي جاي ما بين الموجة الدايركت والموجات المنكسرة، وتقدر تعمل assumption أو assume إن الموجات التانية اللي خدت زمن أطول سنة دي كانت جاية من انكسار، وتقدر تلغيها ومتدخلهاش معاك في الحسابات، وتستخدم فقط الموجة الدايركت في الحسابات. إنما الأنتنة العادية مش هتقدر تفرق ما بين الموجة الدايركت وما بين الموجة المنكسرة. عشان كده مبدئيا إن أنت بتحاول تبعد عن المنشآت اللي حواليك، تحاول تاخد النقطة بالذات اللي انت، احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت لازم نعمل نقطة مرجعية لينا في الموقع اللي احنا بنقعد يوم كامل نعمل فيها ونصلحها ونجيب لها تصليحات من على النت. خدها بقى في الواسع، يعني خد النقطة دي في الواسع، حتى لو انت كنت بتعملها بعيد عن الحتة اللي انت هترفعها. يعني لو انت عايز ترفع مثلا منطقة سكنية، مش شرط تحط النقطة اللي بتاعتك جوه في نص المنطقة السكنية، ممكن تاخدها على الواسع بره في حتة تكون مثلا في دوران، تكون انت شايف ان السماء عالية، ان الأقمار الصناعية مش هتبقى السماء آسف مفتوحة فوقيك، مش هتبقى الأقمار الصناعية كلها متكدسة فوقيك. ما تجيش مثلا في شارع، الشارع مش عريض وفي براج على يمينك وعلى شمالك، وتحط نقطة الجي بي اس في النص، نقطة مرجعية بتاعتك. كده انت الجزء بتاع السماء اللي انت ترصد منه أقمار صناعية قليل جدا، ده غير خطأ المالتي باص اللي هيحصل، هيحصل عندك مشاكل كتير. النقطة المرجعية اللي بتاخدها بتاعة الجي بي اس دايما تحاول تاخدها في مكان بعيد عن المنشآت عشان تتفادى المالتي باس ايرور. وفي نفس الوقت لو انت شايف ان لسه في منشآت حواليك، مفيش في ايديك حاجة، مش قادر تعمل حاجة عشان تحل المشكلة دي، في الريسيفرز بتتيح لك ان انت تعمل زاوية قطع كبيرة وتلغي اي اشارات جاية لك على زاوية اقل مثلا من 25 درجة. هتخسر اقمار صناعية لو كان في اقمار صناعية أقل من 25 درجة حواليك، ولكن ده أفضل من إن أنت أفضل إن أنت أفضل من إن أنت تعمل خطأ المالتي باص. باشمهندس أحمد شوقي بيقول لو كانت النقطة اللي أنا محتاجها جنب مبنى سكني والأقمار المرصودة قليلة، لا مش هعملها بالجي بي إس طبعا. ممكن أعملها بالتوتال بقى، لو أنت عندك حاجة زي كده هتعملها بالتوتال ستيشن. وبعدين الجي بي إس قلنا استخدام الرئيسي للجي بي إس إن أنت بتعمل لنفسك نقطة مرجعية في الموقع معلومة الأحداثيات، تبتدي منها تحسب احداثيات الترافيرس اللي انت هترفع بيه، وتحسب احداثيات النقطه اللي انت عايز ترفعها. فالنقطه المرجعيه انت اللي بتختارها وبتختار مكانها فين. انما النقط اللي جنب المباني دي لو انا عايز اعمل رافع مساحي بعملها بالتوتال زي ما هنقول شويه كمان 5 دقايق كده هنقولها. فنقطه مرجعيه يا باشمهندس احمد شعبان، النقطه المرجعيه اللي انت بتعملها انت اللي بتختار مكانها بالنسبه لك في الموقع، وبتحاول تختارها على افضل شكل ممكن وافضل ظروف ممكنه بحيث تتفادى المالتي باس ايرور، وتتفادى وتعمل احسن توزيع هندسي للاقمار الصناعيه. انما لو بعد كده بقى الموقع فيه نقط وجوهر المبنى، تمام، مبنى عالي وجنبيه نقطه وعايز ترفعها، في الحاله دي ممكن استخدم التوتال ستيشن زي ما هنقول دلوقتي. الخطأ اللي بعديه اتكلمنا عنه كتير جدا في ال3 محاضرات، اللي هو خطأ ساعة المستقبل، واتكلمنا عنه كتير المحاضرة دي. عايز بس اقول لك ان الكتاب فيه شرح الجزء ده كويس، ولكن الرسومات ممكن تكون صعبة شوية او مش واضحة شوية، فهنستخدم الرسمة دي. يعني لما اقول لك اشرح خطأ ناتج عن ساعة المستقبل وضحه لنا هو ايه، هتعرفنا يعني ايه خطأ ساعة المستقبل. ان القمر فيه ساعة ذرية، المستقبل فيه ساعة عادية، وبالتالي المستقبل هو اللي بيقيس الزمن اللي الموجة خدته من القمر الصناعي لحد الأرض. الزمن اللي هو قاسه ده فيه مشكلة، وبالتالي هيعمل لي خطأ في القياس. طيب نبص على الرسمة كده بسرعة ونفهمها. طبعا ده للتبسيط 3 أقمار صناعية بس، انما صح طبعا 4 أو أكتر. كل قمر صناعي فيهم ايس رينج R1 R2 R3 حسب القمر الصناعي.
الرينج اللي مرسوم بالخط الغامق او الخط الخط المتصل ده الرينج الغلط، اللي هو نتج من ان الريسيفر قاس الزمن غلط وبالتالي قاس المسافة غلط. بص على الثلاث دوائر دول لما يتقاطعوا مش هيتقاطعوا في نقطة، هيتقاطعوا في ثلاث نقط اللي هي النقطة الخضراء دي، وبالتالي الإحداثيات اللي الريسيفر هيديها لك هتبقى في مكان ما جوه الشكل المثلث الكري اللي هو ما بين الثلاث نقط الخضراء دي. وطبعا المساحة بتاعة المثلث ده بتزيد أو بتقل حسب الدي أو بي. لو الديستريبيوشن كويس زي الرسمة اللي مرسومة قدامك هتلاقي إن المساحة دي صغيرة قريبة من النقطة اللي كان المفروض تقيسها. لو الدي أو بي بتاعك عالي والديستريبيوشن وحش هتلاقي إن المساحة دي كبيرة والإيرور بتاعك أكبر. بعد ما بنحسب خطأ الزمن دلتا تي ونصلحه بدلتا ار، نطرح دلتا ار من الرينج اللي كان موجود، هيدي لك الرينج اللي هو المنقط بقى. ده الرينج المنقط ده هو ده الرينج الصح بعد ما الزمن اتصلح. هتلاقي ان الثلاث دوائر دولت بدل ما كانوا بيتقاطعوا في ثلاث نقط وعاملين مثلث كوري هيتقاطعوا في تقريبا في نقطة واحدة. لو عندك قمر رابع النقطة دي بتبقى أدق، لو عندك أكتر من كده النقطة دي بتبقى أدق. البشمهندس محمد سامي بيقول دي نفس الرسمة، هي نفس الفكرة بتاعة رسمة الدي أو بي بالظبط، بس الرسمة دي يمكن أوضح شوية لتوضيح الخطأ بتاع الزمن. وهنا رسمة واحدة كفاية، مش لازم بقى ترسم لي الرسمة دي وترسم لي رسمة جنبها لو التوزيع وحش، لا أنا بتكلم هنا عن خطأ الزمن بس. فخطأ الزمن بس هترسم لي رسمة واحدة، لو قلنا الخطأ بتاع الدي أو بي هترسم لي الرسمتين اللي كنا عاملينهم اللي هي كان دي او بي قليل او دي او بي عالي عشان اتاكد ان انت فاهم الفرق ما بينهم. انما طبعا كلامك صح، هي نفس الكونسبت بالظبط. اخر خطا غطيناه برضو هو الخطا الناتج عن موقع رصد وزميلكو، يعني هو سبق شويه باشمهندس احمد شعبان وقال لك لو النقطه كانت جنب المبنى اهي، هنا واحد مهندس حط النقطه جنب المبنى، فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاقمار الصناعيه اللي ورا المبنى مش شايفها، الريسيفر مش شايفها، زي ما انت بالظبط واقف والشمس ورا المبنى وانت واقف جنب مبنى عالي مش شايف الشمس، الضوء مش هيوصل لك منها، هتلاقي نفسك واقف في الظل. فهو هنا عمل مشكلتين، المشكله الاولى ان هو اتحجزت عنه الاقمار الصناعيه اللي ورا المباني اللي هو واقف عند جنبها. المشكله الثانيه كمان ان هيلاقي ان هو مش بس بيرصد الموجات الدايركت اللي جايه من الاقمار الصناعيه اللي هو شايفها، انما هيرصد كمان موجات منكسره جايه من المباني اللي جنبه، هيعمل تشويش على جهاز الجي بي اس بتاعه. ده غير منصوح بيه اطلاقا ان انت تعمل حاجه زي كده. وزي ما احد زملائكم مش متذكر اسمه قال في اول المحاضره، دي شبه الفكره بتاعت الموبايل لما اول ما بتشغل الجي بي اس لو انت واقف في حته كلها مباني بتلاقي الدايره كبيره بتاعت اللوكيشن بتاعك، لو انت واقف في حته واسعه او متصل بأقمار اكتر او سبت الجهاز شغال فتره اطول بتلاقي الدايره صغرت وصغرت لحد ما توصل لنقطه. كلام منطقي وكلام صح ومظبوط طبعا. هو لما يديك الدايره الزرقاء الكبيره دي بيقول لك ايه، انت واقف في حته هنا انا مش عارف اوصل لك بالظبط، لان يا اما انت مش حاطط اقمار، يا اما انت مش متصل باقمار صناعيه كفايه، يا اما انت واقف في حته حواليك عقبات كتير وبالتالي في عندك موجات منكسره كتير، فالريسيفر مش عارف يوصل بالظبط يحدد فين بالظبط الرينج الصح وفين مكانك بالظبط. مع الوقت لما بتبعد عن العقبات وتتصل بأقمار صناعية أكتر بتبتدي الدايرة دي بتاعتك تقل. لكن زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، وده سؤال مهم طبعا، إن الهاند هيلد جي بي اس دي اللي هي في الموبايل أو أجهزة الجي بي اس اللي بتتمسك في الإيد اللي شبه التليفون دي، هي دقتها أصلا كده كده بالمتر، يعني دقتها مثلا 2 متر 3 متر ممكن أكتر من كده كمان. فكده كده حتى لما بيدي لك النقطة الزرقاء اللي هي بالظبط دي ممكن تلاقي مثلا حطك هو قدام محل معين وأنت واقف 2 3 متر بعيد عن المحل ده، او حطك ان انت واقف في نص الشارع انما انت في الحقيقه واقف فين؟ واقف على الرصيف. ده اسمه الخطا بتاع القياس، وده مقبول طبعا. الخطا ده فيه كتطبيق من تطبيقات النافيجيشن مقبول، لان انت مش لازم يعني يجيبك بالظبط انت فين، هو انت عايز بس توصل الى المنطقه اللي انت عايز تروحها، فمش محتاج هنا دقه سنتيمتر اللي احنا بنجيبها باجهزه الجي بي اس العاديه. خلاص احنا كده انتهينا من موضوع الجي بي اس، وحاولنا باختصار ان احنا نجمع كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها كمهندس بعد ما تتخرج، وحاولنا نعمل لك ابديت شوية للكلام الموجود في الكتاب بحيث تبقى مواكب للتطور اللي بيحصل. اللي هيحصل دلوقتي في 10 دقايق او اقل هنعدي بس بسرعة كده على حاجات او اجهزة لازم انت تكون على الاقل عندك فكرة عنها، بما ان دي اخر خلاص اخر مرة هتاخد مساحة فيها.
فيعني لا يجوز ان انت تتخرج من الكليه من غير ما تشوف حتى التوتال ستيشن او تفهم فكرته وتفهم برضو الجهاز الاحدث اللي هو جهاز الليزر سكانر. فهنتكلم باختصار جدا عنهم، مجرد توضيح بس ليك بحيث يبقى عندك فكره لما تنزل تشتغل بعد كده تبقى فاهم حتى الكونسبت بتاع التوتال بيشتغل ازاي. احنا قلنا التطبيق الرئيسي للمساحه بتاعتنا هو عمليه الرفع والتوقيع. خدنا جهاز التدريب ده واشتغلنا عليه في سنه تانية، قلنا بيقيس زوايا افقيه وراسيه، وخدنا كمان في سنة تانية ازاي ان التدوليت ده ممكن بعد ما نقيس الزوايا باستخدام التدوليت ونقيس الاطوال باستخدام الشريط نقدر في اي مضلع ترافيرس عندنا نعمل تصحيح خطأ الزوايا وتصحيح الاضلاع ونعمل مضلع الترافيرس ونحسب احداثيات نقط مضلع الترافيرس وبعد كده نستخدم النقط دي في الرفع المساحي. فانت درست الكلام ده حتى لو مش فاكره دلوقتي مش مشكلة، تقدر ترجع له لو احتجته. الدنيا اتطورت طبعا بعد التدوليت وبقى في التوتال ستيشن، وبعد التوتال ستيشن بقى فيه جهاز الليزر سكانر، وهما الاثنين كل واحد فيهم ليه تطبيق مختلف عن التاني وبيستخدم حسب الشغل اللي انت هتشتغله. تعال نتكلم عن التوتال ستيشن باختصار. هي جهاز شبه التدريب بالظبط، بيتحط برضو على حامل وبتظبط افقية وتسامد زي التدريب بالظبط. كل اللي انت درسته في التدريب بينطبق على التوتال ستيشن وتقدر ترجع له. الفرق ان التوتال ستيشن بيبقى معاه حاجة اسمها البريزم. البريزم ده يا اما بيتحط على ترايبود برضه بيتحط على حامل زي بتاع التوتال ستيشن بالظبط، يا اما بيتحط على العصايه زي الريسيفر بتاع الجي بي اس كده. والبريزم ده انا مكبره لك شويه على الشمال لان الصوره ما كانتش واضحه اللي هي الصوره الكبيره فنكبرناها على الشمال شويه. هو البريزم ده عباره عن زي مرايه عكسه كده منشور ثلاثي الابعاد بالظبط. هو كل اللي بيعمله ان هو مرايه عكسه. طب ايه فكرة التوتال؟ فكرة التوتال ان انت بتحط الحامل بتاعك على نقطة معلومة الاحداثيات، تحط التوتال عليها، تقول للتوتال ستيشن ان واقف على نقطة، تفتح السوفت وير بتاعه. طبعا هو في ويندوز زي الجي بي اس بالظبط، تفتح السوفت وير تعمل نيو بروجكت تقول له انا واقف على، بتحدد طبعا انت بتعمل فيه كذا برنامج على التوتال، بتحدد انت هتعمل رفع ولا هتعمل توقيع ولا هتعمل ايه. لو هتعمل رفع بتقول له انا واقف على نقطة هسميها ستيشن 1، هيقول لك النقطة دي إحداثياتها كام. هنا بقى إيه، هتجيب إحداثيات النقطة دي منين؟ حاجة من اتنين، لو أنت شغال موقع صغير هتشتغل بالتوتال بس، ممكن تفرض إحداثيات النقطة دي أي حاجة، صفر وصفر وصفر أو مية ومية ومية أيا كان زي ما أنت عايز. وإحداثيات كل النقطة اللي هترفعها هتبقى متنسبة للإحداث اللي أنت فرضته، مفيش مشكلة خالص. لما تدخل الكلام ده في الأوتوكاد هتطلع الرسمة مظبوطة معاك. طب لو أنت شغال في مشروع كبير هيتعمل على كذا مرحلة ومساحته كبيرة وعندك جهاز جي بي اس في الموقع، يبقى النقط اللي احنا رفعناها باستخدام جهاز الجي بي اس زي اللي قلنا المحاضرة اللي فاتت، بنعمل النقطة المرجعية بتاعتنا بعد كده بنستخدم ال RTK أو ستوب أند جو ونرفع النقط الرئيسية في الموقع اللي هي نقط الترافيرس الرئيسية بتاعتنا، تقعد ترمي كده نقط إحداثيات عالية الدقة باستخدام جهاز الجي بي اس حوالين الموقع الضخم بتاعك اللي انت شغال فيه. بعد كده ايه، الجي بي اس لأنه غالي لان في خطا المالتي باس اللي احنا قلناه من شويه، ما ابداش بقى ايه، مش هرفع بقى المباني كل ركن من اركان المبنى والكلام ده مش هرفعه بالجي بي اس، مش مستاهله. انا انتهيت خلاص من جهاز الجي بي اس، خلاص خد بقى الجهاز رجعه مكان ما جبته، انزل بقى بالتوتال ستيشن النقط اللي انت عملتها باستخدام الجي بي اس دي، تقف بالحامل عليها وتحط التوتال عليها، تقول للتوتال دي ستيشن 1 احداثياتها كذا وكذا وكذا اكس واي وزد اللي انت جبتها من الجي بي اس. وبعدين انت واقف على جهاز الجي بي اس، زميلك او المساح اللي معاك بيمسك البريزم على العصاية اللي معاه، وعندك مثلا جدار مبنى فهيروح يقف عند بداية المبنى ويحط البريزم، بتنشن انت بالتوتال على البريزم وتعمل ميجر، بيبعت زي الجي بي اس بالظبط، بيبعت موجة انت مش شايفها توصل للبريزم تخبط في البريزم وترجع، بيحسب الزمن اللي خدته الموجة عشان تخبط في البريزم وترجع، يقسمه على اتنين طبعا عشان يجيب، لان الزمن ده رايح جاي فبيقسمه على اتنين ويضرب في سرعة الضوء يجيب المسافة، وبعد كده بيحول المسافة هو الى احداثيات نسبة لاحداثيات النقطة اللي انت واقف عندها. هتقول اللي معاك خلاص انا خلصت، يروح شايل البريزم العصاية ورايح واقف عند النقطة اللي بعديها، تنشن عليه تعمل ميجر وهكذا، هتلاقي التوتال اوتوماتيك راح ناقل لك قايل لك انت في بوينت 3 دلوقتي. الراجل هيروح يقف على النقطة اللي بعديها، نشن عليه ميجر هيرجع لك، تلاقي التوتال راح ناقل على بوينت 4 وهكذا لحد ما تخلص المشروع بتاعك. في رسمة صغيرة برضه هنعيد عليها الكلام ده دلوقتي. فده النورمال توتال ستيشن او التوتال ستيشن العادي. باشمهندس احمد كمال بيقيس اي حاجة
بيقدر يقيس اي حاجه انت تحط عندها البريزم، تمام. وده تطبيق مهم جدا بنستخدمه كلنا في يعني من اشهر تطبيقات التوتال. لو عندك عماره عايز تقيس ارتفاعها، مفيش مشكله انك تحط التوتال وحد يطلع على السطح اعلى نقطه في العماره ويحط بريزم. في بريزم تاني غير ده، هو صورته مش موجوده، بيبقى زي ورقه ستيكر كده بيتلزق على الحيط، بتلاقي انت ايه، حتى لو انت بصيت كده في اي مشروع بيتعمل بتلاقي نقط كده مربع كده عليه علامه اكس وملزوق على الحيطه كده، فممكن يطلع على اعلى نقطه في المبنى ويلزق الاستيكر ده، وانت تنشن عليه بالتوتال وتعمل ميجر، هيروح يقيس لك ارتفاع المبنى ايا كان ارتفاعه كام. ومن التطبيقات برضو المشهوره جدا للتوتال هي تطبيق ميل المباني. لو في عماره بتميل نعرف ان هي بتميل، ونعرف ان اذا كانت لسه بتميل وهتقع ولا ستت. ان لو عندك برج مثلا والبرج ده السكان بدأوا يشوفوا ان هو بيميل، تروح جاي نازل بالتوتال، واقف التوتال قدام قدام المبنى على مسافة طبعا مثلا 10 20 متر عشان تعرف تبص بالتوتال لفوق، تلزق الاتنين او ثلاثة بريزم اللي هم الاستيكر دول، بتلزقهم على نقط متفرقة من المبنى نفس النقطة اللي انت احتلتها المرة اللي فاتت، وبعد كده تروح قاري نفس البريزمات دي وتقارن الاحداثيات ببعض. لو لقيت الاحداثيات زي بعض بالظبط يبقى ايه اللي حصل؟ المبنى ده ما اتحركش. لقيت الاحداثيات اتغيرت، يبقى المبنى هنا بتاعك بيتحرك. طيب تسيبه كمان كام يوم وترجع تعيد تاني، ها لسه بيتحرك ولا سبت بيتحرك؟ في الحاله دي على طول تروح رايح للناس الناس بتوع السويل، هم اللي بيدخلوا، الناس بتوع ميكانيكا التربه والناس بتوع الخرسان. انت كده بتديهم الايه، الاحداثيات دي، تقول لهم المبنى ده يا جماعه اتحرك 3 سم او 4 سم في خلال 3 اسابيع ولسه بيتحرك. بيبتدوا هم على طول يا اما يحقنوا التربه اللي تحت المبنى عشان يثبتوا المبنى، يا اما يعملوا مقاومه اكتر للتربه فالمبنى يقف يبطل يبطل يميل، يا اما لو المبنى اصلا انت قسته على 3 اسابيع ولقيته مال لمده 3 اسابيع وبعدين ثبت خلاص، هو كان بيريح شويه، الارض تحتيه كانت بتريح وميل شويه وثبت. طب هل الميل ده امان الناس تسكن فيه ولا مش امان؟ هنا الناس بتوع التربه يقول لك خلاص التربه ثبتت فالمبنى كده ثبت. الناس بتوع الخرسانه بيعملوا ايه؟ المبنى لما كان راسي كانت الاعمده اللي تحت، الاعمده اللي تحت خالص اللي هي شايل المبنى، الاعمده اللي تحت على البدروم، قطاع الاعمده اللي تحت ده متصمم ان هو شايل قوه راسيه، قوه ضغط، ده مكان المبنى راسي. طب المبنى ميل، ايه اللي حصل؟ بقت الاعمده اللي تحت ديت شايله قوه ضغط وشايله كمان ايه، بيندنج مومنت، لان المبنى ميل فايه وزن المبنى مال، وبالتالي عمل عزم على الاعمده اللي تحت في قطاع الاعمده اللي تحت في البدروم. هما بيحسبوا العزم ده ويبداوا يقيموا هل قطاع العمود يقدر يشيل ولا ما يقدرش يشيل. لو يقدر يشيل خلاص يبقى نعتبر المبنى ده امن، لو ما يقدرش يشيل بيعملوا حاجه زي تقفيصه كده او قميص حديد في القطاعات اللي تحت ديت تعوض الميل اللي حصل، ويعتبر المبنى امن والناس تسكن فيه. لو المبنى مستمر في الميل طبعا ومفيش مجال ان احنا نحقن التربه تحتيه، خلاص يبقى المبنى غير امن وهو هيتسال. فده طبعا يعني باشمهندس احمد كامل طلعنا شويه من الرافع المساحي، لكن هو ده طبعا تطبيق من اشهر تطبيقات التوتال ستيشن ومن اكتر التطبيقات المساحيه اللي بتتم، يعني اغلب شغل الناس اللي هتشتغل في المساحه هيلاقي دايما جاي له موضوع العمارات اللي بتميل ده. طيب نكمل كده، فهمنا فكره التوتال ستيشن العادي، الدنيا اتطورت وبقى في حاجه اسمها روبوتك توتال ستيشن RTS. احنا قلنا المحاضره اللي فاتت RTK عشان الناس ما تتلخبطش، ده اللي هو كان جهاز GPS مع اللي بيتصل اتصال لاسلكي بالروفر اللي محطوط على العصايه وبتقعد تلف بيه في الموقع وترفع النقط. ال RTS برضو من الحاجات اللي انت هتسمعها في الموقع لو اشتغلت في شركه كبيره او سافرت. روبوتك توتال ستيشن ده عباره عن ايه؟ زي توتال ستيشن العادي بالظبط، بس بيحتاج شخص واحد بس يشغله، مش محتاج واحد يبص في الجهاز والتاني يمسك الحامل. ازاي؟ شايفين كده العصاية البريزم اللي هو شكله محطوط على العصاية ده، في جهاز كده تحت هو زي الريموت كده متوصل بيه. الجهاز ده انت بتحط التوتال ستيشن في النقطة المحتلة، تدخل احداثيات النقطة، تظبط اتجاهاتك. طبعا دي طريقة لتظبيط الاتجاهات محتاجة شغل عملي مش هنقدر نقولها في المحاضرة، انما ليه طريقة بتظبط بيها المحاور بتاعته، والجهاز بقى جاهز للشغل. انت نفسك بقى خلاص بتسيب الجهاز وتروح تمسك البريزم وتتحرك بالبريزم، تقف على النقطة اللي انت عايز ترصدها، ومعاك الجهاز الريموت اللي بيتحكم بيه الجهاز، تخلي الجهاز يتوجه على البريزم، هو اوتوماتيك بيلقط البريزم، تدوس ميجر يروح الجهاز قايس، تمشي بالبريزم تروح تقف عند النقطة اللي بعديها،
تلف الجهاز باستخدام الريموت اللي معاك ده، فالجهاز هيلف معاك ويلقط البريزم اوتوماتيك، تدوس ميجر هيروح يقيس، وهكذا. يبقى انت لوحدك كشخص واحد تقدر تتحكم، تقدر ترفع الموقع كله باستخدام التوتال، لان التوتال ده روبوتك، هو اوتوماتيك بيلقط البريزم وانت بتتحكم فيه بالريموت اللي موجود تحت، الريموت اللي موجود معاك هنا. ده اهو مجرد توضيح بس، الناس اللي على الشمال دول شغالين بالتوتال العادي، ففي واحد بيظبط الاعدادات وبيوجه، والتاني ماسك البريزم عند النقطة. وطبعا ده زي الار تي كي بالظبط، في حامل ميه، في ميزان ميه كده في العصاية دي، لازم تتأكد ان هي رأسية، بتوجه عليه وبتقرأ النقطة، بعد كده بتقول له امشي، فيروح ماشي رايح على النقطة اللي بعديها وواقف، تروح ايه رافع وهكذا. اللي على اليمين ده ده اوتوماتيك او روبوتيك توتال ستيشن، هو الراجل خلاص ظبط الدنيا وعمل البرنامج على التوتال، هو بقى ماشي مع الريموت اهوت، وماشي مع العصاية اللي معاه ديت، راح هيرفع النقطة دي، هيتحكم بقى بالريموت في الجهاز، وبعد كده هيمشي يروح يرفع نقطة تانية، مفيش شخص تاني واقف على الجهاز، هو شخص واحد بس. وطبعا الاتنين دول شغالين تطبيقين برضو من أشهر تطبيقات التوتال، هي الطرق. الطريق لازم انت يبان قدامك ان الطريق أفقي، الناس اللي على الشمال لسه بيعملوا الطريق، الناس اللي على اليمين بيشوفوا ميل الطريق ايه. طبعا الطريق بيبان قدامك ان هو أفقي، انما في الحقيقة الطريق بيبقى فيه ميول خفيفة جدا على اليمين وعلى الشمال، عشان لما الدنيا تشتي المية ما تقفش في نص الطريق، انما تتجمع على اليمين والشمال. ومفروض على اليمين والشمال، على طرفي الطريق يمين والشمال، بيبقى فيه صرف للمية دي. ده طبعا ده الشغل المثالي يعني. فهو الراجل ده واقف بيتأكد اهوت ان الطريق ده مايل ميل مظبوط، والناس اللي على اليمين اللي على الشمال دولت لسه اصلا بيشوفوا الميول بتاعة الارض قبل ما يسفلتوا الطريق اصلا، قبل ما يعملوا الطريق اصلا. هنا هو يعني مجرد بس حاجة بدائية جدا عشان نشرح عليها التوتال. النقطة ألف وب وج ودال دي نقطة الترافيرس، بتقف عند التوتال عند نقطة ألف وتدخل إحداثيات توت ألف، وبعدين الراجل اللي يروح يقف في البريزم عند نقطة واحد تعمل ميجر تجيب إحداثياتها، يقف عند نقطة اتنين تعمل ميجر يجيب إحداثياتها، يقف عند نقطة 12 تعمل ميجر يجيب إحداثياتها، وأنا واقف عند نقطة واحد المبنى مغطي عليا نقطة 3 ونقطة 4، بس أنا شايف نقطة 5 فممكن أرفعها برضو. طيب النقطة اللي متغطية دي بعمل إيه؟ أروح أقف عند نقطة ب بالتوتال، أنقل بقى الجهاز عند ب، أقف بالبريزم عند نقطة 6 وآخد وأجيب إحداثياتها، أقف عند نقطة 5 وأوجه عليها وأجيب إحداثياتها، بعد كده أروح أشيل الجهاز عند نقطة ج، أقف عند نقطة 7 وأجيب إحداثياتها، 9 وأجيب إحداثياتها، 8 وأجيب إحداثياتها، بعدين أشيل الجهاز وأقف عند نقطة د، والراجل اللي معايا اقول له روح اقف عند نقطة 11 انشن عليه واجيب احداثيات 11، بعد كده اقف عند نقطة 10 واجيب احداثيات 10، واقف عند نقطة 12 واجيب احداثيات 12. طبعا عشان انقل الجهاز من الف لب، الموضوع مش مجرد انك بتشيله من الف تحطه عند ب، لا، لازم تعرفه ان انت ما زلت متصل بالمشروع اللي كان في نقطة الف، ليها طريقة لازم تتعمل في العملي، ما اقدرش اقولها لك كده، بس تبقى عارف انك بعد ما تشيل الجهاز من الف وتقف عند ب وهتكمل نفس المشروع، لازم تعرف الجهاز ان انت بتكمل نفس المشروع. ابسط طريقه ان انت ممكن ترصد نقطه الف تاني من وانت واقف في ب، يعني هي ليها طريقه بس في العملي للاسف مفيش امكانيات ان احنا نشرحها لكم. الحاجه التانيه زي ما قلنا، مشروع صغير زي ده انا مش محتاج فيه جي بي اس، هفرض ان نقطه الف دي 100 و100 و100، هتدخلها في التوتال ان هي 100 و100 و100، وهرصد منها نقطه ب ودال، وبعد كده اقف عند دال وارصد جيم ودال، واعمل لنفسي احداثيات لوكال، وارفع المبنى كله باستخدام الاحداثيات اللوكال دي، وفي الاخر هيترسم في الاوتوكاد وهيطلع مظبوط، مش مشكله. انا مش هنا، انا برفع مبنى واحد ما فيهاش مشكله. المبنى ده طبعا برضه ممكن يترفع بالتدريت والشريط، ده مبنى بسيط جدا. انما لو المشروع كبير ممكن اقف بالجي بي اس عند نقطه الف، واعتبر الف نقطه مرجعيه، واجيب احداثيات دقيقه، بعد كده بالار تي كي اجيب نقطه ب وجيم ودال، واجيب كمان اكتر من كده، اعمل كذا ترافيرس يغطي المشروع كله. بعد ما خلصت النقطة الرئيسية ديت وأشيل بقى جهاز الجي بي إس أرجعه مطرح مكان، سواء أنا مأجره بقى وجايبه منين، وبعد كده أنزل بقى بالتوتال أرفع بقى إيه أركان المباني والحاجات دي. التوتال طبعا سريع جدا وكفاءته برضو دقته عالية، لأنه بيجيب دقة من بيجيب الدقة بتاعته برضه بالسنتي وبالملي، كمان يوصل بالملي الدقة بتاعة الجي بي إس. إسلام رضا، في حدود الأطوال اللي بيقيسها؟ احنا بص، احنا في الرفع المساحي كده كده زي ما قلنا لك في سنة أولى، ما بيرفعش حاجة أطول من 200 متر، تمام؟ إنما خلي بالك الأجهزة بتتطور، ولو الجهاز بتاعي أنت بتقرأ المانيوال بتاع الجهاز، هو هيقول لك أنت تقيس مثلا لو بتقيس لحد 50 متر هيبقى معاك الإيرور بتاعك 2 مللي، تمام؟
لو قست لحد 100 متر هيبقى الايرور مثلا نص سنتي. انت بتحكم بقى على الـ بتحكم على الـ الشغل بتاعك. باشمهندس اسلام، بالنسبه للطرق طبعا ده برضو نقطه كويسه جدا انا كنت اقولها. بالنسبه للطرق وبالنسبه للسكه الحديد، من المشاريع اللي غلطه فيها جون زي ما بيقولوا. تخيل ان انت بتعمل مدينه سكنيه زي مثلا العاصمه الاداريه الجديده كده او حاجه، وفي طريق ماشي واخد العاصمه دي كلها. العاصمه المدينه طبعا بتتعمل على كذا مرحله، يبقى انا لازم ابقى متاكد ان السنتر بتاع الطريق يكون مرصود صح جدا، لانه هيكمل معايا في المراحل اللي بعد كده، فاحداثياته تكون مظبوطه 100%. وبالتالي دايما بالنسبه للطرق يا باشمهندس وبالنسبه للسكه الحديد دايما باخد نقط جي بي اس على مسار الطريق. تمام، قلنا الجي بي اس ممكن بيقيس لحد بدقه عاليه لحد 20 و50 كيلومتر كمان، ويديك الدقه بالسنتي، يعني يديك ايرور بالسنتي او اقل من سنتي كمان. فباخد دايما نقط جي بي اس على مسار الطريق، لو الطريق طويل زي ما انت بتقول بكيلو كده، على مسار الطريق او على مسار خط السكه الحديد. دي النقط بتاعتي اللي هي بتحدد السنتر لاين بتاع الطريق او بتاع خط السكه الحديد اللي انا بعمله. التوتال بقى بينزل بعد كده لو انا محتاج اعمل نقط ما بين او ارفع النقط ما بين اوقع نقط ما بين النقط الرئيسيه اللي انا عملتها دي. لو الجي بي اس متاح بالنسبه لي بكمل الطريق كله، بكمل خط السكه الحديد كله باستخدام الجي بي اس بالار تي كي. لو الجي بي اس مش متاح بعمل بيه النقط الرئيسيه كل 10 كيلو، كل 5 كيلو، كل 20 كيلو، حسب ما هو متاح بالنسبه لي. بعد كده بالجي بي اس بعد كده بكمل بالتوتال الحاجات اللي انا محتاجها في النص. لكن طبعا الكيلو ما بيشتغل، التوتال ما بيشتغلش بالكيلومتر طبعا خالص. جهاز الليزر اللي احنا نقوله كمان شويه بيشتغل، هنقول في خلال دقيقه بالظبط بيشتغل، بيوصل معاك لغايه مسافه 1 كيلو، ما بيزيدش عن كده. اي حاجه اكتر من كده بحتاج اوقع نقط باستخدام الجي بي اس. باشمهندس محمد سامي بيسأل على الامتحان. يعني احنا بالجزء ده يا باشمهندس احنا بنحاول يعني نحطك في السوق زي ما بيقولوا، بحيث ما تطلعش من الكلية مش عارف التوتال بيعمل ايه او شكله عامل ازاي، او مش عارف تقيس بيه، او مش عارف ازاي التوتال والجي بي اس بيشتغلوا مع بعض. انما لو حبيت اسألك عنه في الامتحان، يعني اسألك اسئلة بسيطة، ايه الفرق بين جهاز التوتال ستيشن مثلا وجهاز الجي بي اس، او ايه تركيب جهاز التوتال، هتقول لي ان هو، او ايه استخدام جهاز التوتال، هتقول لي ان هو جهاز بيقيس احداثيات. لو حبيت اسالك يعني تبقى اسئله بسيطه جدا من الحاجات اللي انا بقولها دي. انما مش هدخلك طبعا في تركيب الجهاز، او ازاي هتقيس، او ازاي هتعمل رفع مساحي بالجهاز بدقه وخطوات بالتفصيل، لان انت لازم تشتغل عملي عشان تفهم الكلام ده. اخر حاجه هنقولها هي جهاز الليزر سكاننج او تيرستر ليزر سكاننج. هو جهاز شكله اللي على الشمال ده، ده طبعا شكل من الاشكال، في منه اشكال كتير. هو زي فكره التوتال ستيشن بالظبط، بس ما بيرفعش بقى نقطه نقطه بالبريزم زي ما بنعمل بالتوتال. بيرفع ممكن يوصل لمليون نقطه في الثانيه. انت بتحط الجهاز على الحامل وبتشغله وتحدد الريزولوشن او الدقه اللي انت عايزها وبتعمل سكاننج. الجهاز بيلف حوالين نفسه بسرعه جدا، والمرايه اللي في الجهاز دي بتلف راسي برضه، والجهاز بيلف افقي، وبيطلع بقى مش شعاع، او مش شعاع ضوء واحد او موجه واحده زي التوتال تخبط في البريزم وترجع. بقى بيطلع ملايين الموجات او الاشعه الضوئيه اللي انت مش شايفها في النير انفراريد والشورت ويف انفراريد، بتخبط في كل النقط اللي موجوده في الموقع وترجع تاني للجهاز يحولها لك لنقط واحداثيات. يعني بص على الرسمه اللي فوق مثلا دي، ده شكل الداتا لشارع معين في اوروبا طالع باستخدام جهاز الجي بي اس. هتلاقي ان هو رافع بجهاز، اسف، الليزر سكاننج. هتلاقي ان هو مش بس رافع لك كل نقطه في المبنى، بالسقف، بالشبابيك، باللوحات الاعلانيه، حتى بالكلام المكتوب على اللوحات الاعلانيه. الالوان طبعا دي مش الالوان الحقيقيه للموقع، دي الوان هو الجهاز بيحطها طبقا دي حاجه اسمها الريفلكتنس بتاع كل سطح، الازاز غير الخشب غير الخرسانه غير الطوب وهكذا. انما الجهاز نفسه فيه كاميرا برضو عالية الدقة. الكاميرا دي بتاخد صور للموقع وهي بتلقه والجهاز بيلف، وتقدر انت تعمل اوبشن ان هو يلون لك الجهاز بنفس الالوان اللي موجودة في الموقع بالظبط، ويتحول معاك ل 3D موديل عالي الدقة بدقة اقل من 1 ملي. الجهاز الليزر بيرفع بدقة اقل من 1 ملي للمنطقة اللي انت فيها. يبقى احنا بنتكلم هنا طبعا الرسمة اللي تحت نفس الكلام، هتلاقي رافع لك المبنى، رافع السلالم، رافع الارض، حتى الأرض لو فيه تراب زي ما أنت شايف مكسر في الأرض، كل حاجة واضحة
كأنك بالظبط الداتا اللي طالعه لك على الكمبيوتر 3 دي موديل اللي طالع لك كأنك بالظبط واقف في الموقع بكل تفاصيله، حتى الشجر، حتى لو في ناس موجودة هتترفع، لو في عربيات هتترفع. طبعا بيحتاج برضو ترافيرس زيه زي التوتال ستيشن عشان تغطي المبنى كله، بترفع من كل النقط. وبعد كده السوفت وير بتاع الجهاز لما ترجع بقى الداتا على الكمبيوتر بعد كده بيركب هو البوزيشنز المختلفة اللي انت عملتها وبيبني لك ال 3 دي موديل. طبعا تطبيقاته في المساحة زي ما قلنا هو بيعمل رفع مساحي عالي الدقة أكتر من 1,000,000 نقطة في الثانية. بيرفع معاك واجهات المباني كلها، بيرفع معاك واجهات المباني بدقة عالية. أنا برضو دلوقتي يا باشمهندس أحمد شعبان، بيرفع معاك واجهات المباني، هو الجهاز الوحيد تقريبا اللي بيسمح لك ترفع واجهات المباني بالدقة العالية دي. جهاز الليزر يا باشمهندس بيقيس برضو الميول بدقة عالية جدا، بيقيس لك المسافات، بيقيس الأطوال، بيقيس الإحداثيات. لو أنت بتعمل مثلا تقيس ميل طريق، جهاز الليزر بيجيب لك الطريق كله بكل النقط اللي موجودة فيه، بيقيس لك ميله بالظبط. ليه تطبيقات تانية أعلى من باشمهندس علاء إيهاب بيتكلم عن الآثار. طبعا هو أنا لسه السلايد اللي بعديها كنت هتكلم عن الآثار. طبعا من تطبيقاته ان هو بيعمل بريزرفيشن للاثار، يعني بيعمل 3 دي مودلز للاثار بحيث لو ما اجي اعمل بعد كده تصليح للاثار دي اقدر اصلحها بدقه عاليه جدا وارجعها زي ما كانت بالظبط. فهو باشمهندس اللي كان بيسال احمد شعبان هو جهاز عالي، يعني ما هوش بينزلش في الرفع المساحي العادي بتاعنا، هو بينزل لما بكون محتاج اعمل 3 دي موديل عالي الدقه لمكان معين. في اوروبا بقى وامريكا وكده بيعملوا 3 دي مودلز للمدن بتاعتهم بحيث لما يحب بعد كده يعمل مثلا عايز يعمل مواسير ميه في مكان معين او يعمل او حاجه زي كده، بيبقى قدامه 3 دي موديل على الكمبيوتر، يبدا بقى ايه يحدد هو بمزاجه هبتدي منين، همشي منين، هعمل مواسير ازاي، بحيث ان اوصل لاقل تكسير مثلا في الشارع. كل حاجه قدامه على الكمبيوتر، مش محتاج ينزل الموقع، بيعمل البلان بتاعته كامله باستخدام ال 3 دي موديل اللي هو عمله، بعد كده ينزل ينفذ على طول بقى بالتوتال او بالجي بي اس. بيقدر طبعا يتابع تطور او المدينه بتاعته بتكبر في انهي اتجاه، وبيستخدم فيه الرفع المساحي في رفع الواجهات لو انت محتاج ترفع الواجهات. بالنسبه لتطبيق الاثار اللي زميلكم كان بيقول عليه، لو الناس كانت متابعه من فتره الحريقه اللي حصلت في نوتردام في باريس، لما المبنى اتحرق، طبعا مبنى اثري، تصادف ان هم كانوا عاملين ليزر سكاننج للمبنى في الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن في لعبه اسمها اساسنز كريد. فكانوا عاملين هم بيعملوا اللعبه، طبعا ده تطبيق خارج المساحه، اي 3 دي مودلز بتشوفها في الافلام او في الالعاب البلاي ستيشن او العاب الكمبيوتر، اي 3 دي مودلز انت بتشوفها دي بتبقى عباره عن ليزر سكاننج اتعمل في الموقع وتحول ل 3 دي مودلز بعد كده اتحط جوه السوفت وير. فكان تصادف انهم عاملين ليزر سكاننج لنوتردام عشان يحطوها جوه اللعبه، فسحبوا ال 3 دي موديل من اللعبه، خدوه بدقه اقل من 8 من 10 ملم، وقدروا ان هم يستخدموا ال 3 دي موديل ده وهم بيعيدوا بناء نوتردام، يعيدوا تصليحها، ان هم يوصلوا بيها لتصليحها، حتى تصليح كمان الرسومات اللي على الواجهات ويرجعوها زي ما كانت بالظبط باستخدام ال 3 دي موديل. فده اهم التطبيقات اللي موجوده، هي ان هو بيعمل ريزرفيشن للاثار. هل بيستخدم في تطبيقات البيم؟ يعني ما مش قوي لان هو جهاز غالي، فلا مش هيستخدم قوي في تطبيقات البيم. انما في تطبيق تاني حاجه اسمها الفوتوجرامتري وشبه للجهاز الليزر لكن بدقه اقل وتكاليف اقل بكتير، هي ان انت بتجيب كاميرا بعدين لو جيت على مبنى او على عربيه او على شجره وصورتها من كذا زاويه بحيث يبقى في اوفرلاب ما بين الصور اللي انت بتصورها، في سوفت ويرز ماثيماتيكال مودلز تقدر تحول الصور اللي انت صورتها دي تقدر تحولها برضو ل 3 دي مودلز بدقه مقبوله، طبعا اقل من دقه الجهاز الليزر ولكنها اسرع وتكاليفها اقل بكتير من جهاز الليزر. فده برضو من التطبيقات اللي موجوده للناس ممكن تقرا فيها، مش هنتكلم عنه طبعا، الناس ممكن تقرا فيها ممكن تشتغل فيه بعد كده. وبيتطور دلوقتي الكلام ده ان هم عايزين يحطوا الحاجات دي في الموبايل، يعني ممكن الموبايل دلوقتي كاميرات الموبايلات الجديده الكاميرات بتاعتها بتاعت اقوى، وبالتالي بيحاول دلوقتي ان هم يعملوا ان انت تنزل بالموبايل
ترفع واجهات المباني، تاخد كذا صورة للمبنى من كذا اتجاه، وتلف حوالين المبنى أو حوالين الشارع من كذا اتجاه وكذا زاوية بحيث تغطي كل أبعاد المبنى. وبعد كده سوفت وير معين ياخد الصور من الموبايل دي يحولها إلى 3D models بحيث إن أنت تقيس بيها ارتفاعات مباني، تقيس بيها رفع الواجهات المباني، لو عايز تعمل ترميم لواجهة مبنى، لو عايز تعمل أرشيف لمباني أثرية تحتفظ بشكلها كان عامل إزاي عشان لو حبيت تعمل ترميم بعد كده تقدر ترجع له. ده ممكن يتعمل بالليزر، بجهاز الليزر لو متاح، وممكن يتعمل بالفوتوجرامتري اللي أنا كنت بشرحها دلوقتي. وبالمناسبة الناس برضو اللي بتتابع الموبايلات، جهاز الليزر بنسميه برضو لايدر، في اسم تاني لايدر. اللايدر ده هو نفس جهاز الليزر برضو، حتى في الايفون الجديد اللي هو مش عارف كان ايفون 12 تقريبا، هتلاقي في الاعلان بتاعه يقول لك احنا دلوقتي حاطين لايدر سنسور في الكاميرا بتاعته. طبعا هو سنسور ضعيف اللي محطوط في الموبايل، انما كافي انه يعمل لك 3D موديل للاوضه مثلا، رفع مساحي داخلي الاوضه انت واقف فيها في 3 دايمنشن 3D. والناس بتستخدمه بره او بيستخدموه في الترميم وفي التشطيبات وفي الديكورات، ان انت دلوقتي بقى قدامك الحيطه بارتفاعاتها بابعادها، الناس اللي عايزه ترمم ممكن يعمل 3D موديل للشقه، وبالتالي يجيب بقى الزبون او صاحب الشقه يقول له تعالى انت عايز تعمل حيطه لونها ايه، يقول لك مثلا عايز اعملها خضراء، تعملها له خضراء يقول لك لا مش حلوه، طب خليها لي صفراء، خليها لي زرقاء. قدامه 3D موديل بقى كامل، يقدر يعمل التشطيب اللي هو عايزه، يقدر يعمل الفرش اللي هو عايزه للشقه والكلام ده. ده بيتعمل باستخدام جهاز ليزر برضو اسمه لايدر. اللايدر والليزر سكاننج هو نفس الاسم. في جهاز اسمه هاند هيلد لايدر، بيبقى صغير كده بتتمشى بيه في الشقه وترفعها رفع داخلي. ودلوقتي زي ما قلنا بدأ يتحط كمان في الموبايل الايفون، حطوه ابل حطته في الايفون الجديد، ممكن الناس تتفرج على النت على الداتا بتاعته بيطلع شكلها عامل ازاي. وهو المستقبل طبعا، هينضاف وهيرخص سعره هيقل وهينضاف على الموبايلات، وهيبقى فيه هاند هيلد ليزر سكاننج ديفايسز متاحة للناس ان هي تعمل بيها رفع مساحي داخلي وخارجي. وبيتحط ممكن كمان يتحط، على فكرة لو الناس فاكرة الصورة اللي حطيناها في المحاضرة اللي فاتت بتاعة العربية بتاعة جوجل، ممكن يتحط سنسور ليزر صغير في العربية ويعمل رفع مساحي طول ما العربية ماشية، ويديك 3D موديل للمدينة بدقة أقل طبعا لكن دقة مقبولة. وزي ما قلنا برضو في المحاضرة اللي فاتت اللي هو اليو اي في لايدر، او اليو اي في اسف، اللي هي الدرونز اللي كانت بتطير وبتعمل رفع مساحي باستخدام كاميرات. في سنسورز لايدر دلوقتي، سنسورز ليزرز حجمها صغير، بقدر احطها على الطيارات دي واعمل رفع مساحي ب3D من الجو ومن الارض، واعمل 3D موديلز كامله. هبتدي ابص بس على الاسئله بتاعتكم بسرعه، احنا مش عايزين نطول عليكم، احنا اصلا طولنا كده. الباشمهندس حمدي، هل التوتال بيقيس برضو بنسيب؟ طبعا يا باشمهندس، التوتال بيدي لك زي ميزان القامه بالظبط، التوتال بيدي لك اكس واي وزد لكل نقطه بتقيسها، وبمعلوميه اكس واي وزد للنقطه اللي انت واقف عندها تقدر تحسب فرق المنسوب. انما ده مش معناه ان جهاز الميزان مش مستخدم، لان جهاز التوتال رغم ان هو ارخص من الجي بي اس وارخص في الايجار من الجي بي اس، انما ما زال اغلى بكتير جدا من جهاز الميزان. وبالتالي لو انا عايز اقيس مناسيب لشارع مثلا معين، عايز اعمل مصير ميه في شارع معين، لو الناس باصت في الكليه المباني الجديده اللي بتتعمل في الكليه دلوقتي، لما عايز اعمل اللبشه على سطح افقي على عمق ثابت في مساحه صغيره زي دي، مش مستاهل او مش محتاج ان انا اجيب جهاز توتال اشتغل بيه. جهاز الميزان مازال موجود وشغال في السكيل الصغير ده، انما لو شغال على سكيل عالي طبعا جهاز التوتال بيقيس زي ميزان القامه، بيقيس طبعا فرق مناسيب، مفيش مشكله فيه خالص. باشمهندس علاء ايهاب بيتكلم عن الاماكن الاثريه، طبعا انا شرحتها دلوقتي اهو. بالنسبه لسؤال البيم جاوبت عليه. بالنسبه ل باشمهندس علاء ايهاب تاني بيتكلم عن الاماكن الاثريه في الامارات. يا باشمهندس، في الامارات يبقى هم اكيد اشتغلوا بجهاز الليزر، هم متاح بالنسبه لهم ان هم يستجيبوا جهاز ليزر 2 و3 و10 يرفعوا بيه الاماكن الاثريه ويعملوا 3D موديل منها. لو مش متاح عندك جهاز الليزر، بتعمل زي ما قلنا التطبيق بتاع الفوتوجرامتري، ان انت بتجيب كاميرا كل ما دقتها او جودتها تبقى اعلى كل ما بيبقى احسن، وتبتدي تصور المكان الاثري ده من كذا زاويه لغايه ما تغطيه كله باوفرلاب، يعني الصوره مثلا تبقى مغطيه الجنب الواجهه والجنب الشمال، والصوره الثانيه جايبه الجنب الشمال وجايبه ظهر المبنى وهكذا، وتصور من كذا زاويه ومن كذا اتجاه لحد ما تتاكد انك غطيته كاملا. والسوفت وير بيركب الصور على بعض ويعمل 3D موديل برضه بدقه اقل من الليزر ولكن بتكلفه اقل.
باشمهندس عادل رأفت، يعني سؤالك مش واضح قوي، بس انت بتتكلم عن حاجه اسمها كلاود كومبيوتنج، موجود دلوقتي في العالم مش في مصر انما في اوروبا وامريكا. حاجه اسمها كلاود سيرفر للداتا بتاعت اللايدر. اي حد بيعمل رفع مساحي باللايدر وعايز يخلي الداتا بتاعته بالليزر، وعايز يخلي الداتا بتاعته عايز يخلي الداتا بتاعته متاحة للناس استخدمها بعد كده، بيرفع الداتا بتاعته على الكلاود، وأي حد معاه اليوزر نيم والباسورد بيدخل على الكلاود وينزل أي داتا هو عايزها. فأوريدي العالم كله، يعني أوروبا كلها دلوقتي مفتوح بالنسبة لموضوع اللايدر ده، وموضوع الليزر مفتوح بالنسبة لهم. أي حد عايز داتا في أي دولة بيدخل يجيبها من على النت. وفي دول عملت رفع بالليزر 3D للدولة كلها، زي أعتقد مش متذكر مين بالظبط، بس أعتقد فنلندا من الدول اللي عملت 3D models للدولة كلها، رفعتها كلها بالليزر، ليزر بقى بالجو مع الأرض، رفعوا الدولة كلها بالليزر وخلوا ال 3D model موجودة. أي حد بقى عايز يعمل أي بدقة طبعا مليمتر، أي حد عايز يعمل أي مشروع في أي مكان، الدولة أو الحكومة عايزة تعمل مواسير، عايزة تعمل طرق، عايزة تشيل مكان وتبني حاجة مكانه، الحاجة الداتا كلها بقت متوفرة 3D دلوقتي للدولة كلها مرفوعة. أعتقد إن هي كانت فنلندا بس مش متذكر بالظبط الدولة. باشمهندس محمد عبد المنعم، هل تكلفة الرصد بتساوي ثمن الجهاز بس في الجي بي اس؟ مش ثمن الجهاز، انت مش هتشتري جهاز جي بي اس، هي الشركة اللي هتشتريه لو الشركة كبيرة، انما اغلب شغل جهاز الجي بي اس يا باشمهندس، وبرضه جهاز التوتال في مصر هنا بتأجر الجهاز، تروح لحد عنده جهاز وبتأجره منه بثمن بتتفقوا مع بعض عليه، فهو بيتأجر باليوم وساعات بيتأجر بالساعة. فعشان كده بنقول ايه، انت بتوازن بقى تكلفتك ما بين استخدام، بترتب تكلفتك ما بين استخدام هل اعمل موقع كله بالجي بي اس، ولا اعمل موقع بالجي بي اس والتوتال، ولا اعمل بالتوتال بس، ولا زميلك اللي كان بيسأل من شوية لو انا عندي مناسيب، طب انا خلاص، طب انا اوفر فلوس لو اقدر اشتغل لو اقدر اشتغل بالميزان واحسب مناسيب بالميزان واوفر على نفسي فلوس التوتال. انت كل ما بتوفر مصاريف كل ما سوقك او قيمتك كمهندس بتاعنا، انت مهندس مطلوب منك حاجتين، انت توصل لاعلى دقه او اعلى كفاءه للمشروع اللي انت بتعمله ايا كان بقى، انت بتعمل ايه، خرسانه بقى، بتصب خرسانه، بتعمل مبنى سكني، بتعمل رفع مساحه، ايا كان، زائد توصل الدقه العاليه دي باقل تكلفه ووقت ممكن. فان انت تجيب توتال مثلا وترفع بيه موقع صغير وتوصل لي لدقه مليمتر بس تكلف المقاول او تكلف المالك، انت كده مش مهندس كفء. انما لو جبت تدوليت وشريط ورفعت الجهاز بدقه، رفعت الموقع بدقه اقل بس دقه مقبوله، وخلصته بتكلفة أقل تقريبا في نفس الوقت أو في وقت أعلى حاجة بسيطة، يبقى أنت كده إيه، مهندس أفضل من اللي جاب التوتال واشتغل بيه الجهاز. فموضوع التكلفة ده أنت اللي بتتحكم فيه بقرارك وحسب الإمكانيات المتاحة قدامك. باشمهندس أسماء عايزة مشروع المساحة، أعتقد تقصدي مشروع المساحة، حاضر أتكلم عليه دلوقتي بسرعة. الباشمهندس محمد سامي بيسأل على فرق الطول زائد عدد الموجات الكاملة في الطول الموجي. هو فرق الطول يا باشمهندس، فرق الطول ده، فرق الطول، لا، عدد الموجات الكاملة انت بتعرفها من الجهاز، بيقيسها من كام موجة جاية له. هي الموجة، هو عارف ان الموجة هي ما بين قمتين او قاعين متتاليين، هي الموجة بتبقى متعرجة كده، فالجهاز بيبقى عارف عد عنده قمة، قمة موجة، وبعديها قمة موجة، يبقى كده موجة كاملة، قمة موجة كمان، ادي موجة كاملة، وهكذا. ده عدد الموجات. فرق الطور الفيز شيفت ده هو اللي انا هو الجهاز بيستخدمه بعد كده في حساب الزمن، بيشوف فرق الطور قد ايه، وبيشوف الزمن، فرق الطور ده تسبب في زمن، في فرق زمن قد ايه. يبقى الزمن هنا لا، انا ما استخدمتوش في حساب عدد الموجات ولا حاجه، ده الزمن اساسا بيتحسب من فرق الطور عندما عدد الموجات الريسيفر بيستخدمه. باشمهندس احمد كامل مشكورا، حاطط الايفون لايدر والناس تدخل تتفرج، هيدي لك فكره عن جهاز اللايدر او جهاز الليزر بيعمل ايه. طبعا اللي في الايفون ده جهاز بدائي او بسيط على قد الموبايل يعني، انما هيتطور بعد كده وهيبقى فيه سنسورز لايدر اعلى من كده وباسعار رخيصه واحجام قليله. باشمهندس علاء ايهاب، سؤال طبعا ممتاز، ولكن اللي بيحصل كالاتي، لو انت مثلا رحت رفعت مثلا معبد في اسوان مثلا او في الاقصر باستخدام جهاز الليزر، هيرفعه على الوضع الحالي. طب هل انت عندك داتابيز قبل كده الجهاز كان شكله عامل ازاي؟ هل المبنى ده كان شكله عامل ازاي قبل كده؟
هل عندك داتابيز للشكل ده؟ لو عندك تقدر تصلح ال 3D موديل اللي انت عامله، لو ما عندكش خلاص مش هتقدر تعمل حاجة. انما بتقدر تعمل ايه؟ بتقدر تدور على ريكوردز تاريخية قبل كده، ناس اللي زاروا المكان ده من سنين، من 1000، من 100 سنة، في ريكوردز موجودة، الرسومات اللي كانت موجودة، المبنى كانت عاملة ازاي، وتبتدي ان انت تعمل ال 3D موديل اللي عندك اللي هو مشوه ده، تاخد الرسومات اللي هي كانت مرسومة بالإيد أو مرسومة بال2D أو الناس مصوراها قبل كده من زمان، سواء على جدران المعبد بقى، سواء على في سجلات تاريخية، سواء الناس الرحالة اللي كانت بتزور الأماكن الأثرية وتكتب عنها، وتاخد الوصف اللي كان معمول ده وتبتدي تعمل زي توقع لشكل المبنى كان عامل إزاي من 100 سنة مثلا بتفاصيله، وتوصل لشكل قريب من الشكل اللي هو كان فيه. إنما لو أنت النهارده مثلا رحت عملت 3D مودلز للمعابد اللي موجوده في اسوان والاقصر كلها، ولا قدر الله يعني ربنا يحفظ مصر ويحفظنا، حصل زلزال ولا حاجه والمعابد دي اتدمرت، تقدر باستخدام ال 3D مودلز اللي عندك اللي انت عاملها للمنشات القديمه دي تعيد بنائها مره تانية او تصلحها لو كان حصل فيها تشوه، وترجعها زي ما كانت بالظبط طبقا لل 3D مودل اللي انت عامله. زي ما بنقول جهاز الليزر المساحي بيرفع بدقه لحد 0.8 ملم، يعني اقل من 1 ملي ايرور. طبعا اللي في الايفون ده او غيره ده بيوصل دقة طبعا اضعف بكتير، ولكن هيعلى بعد كده. بص انت بس راجع المحاضرة هنا، راجع المحاضرة بس مش باشمهندس، هتلاقي الكلام، هتلاقي الدنيا واضحة فيه. هي المسافة بتساوي فرق الطول زائد عدد الموجات الكاملة في الطول الموجي، ده كلام مظبوط، ولكن فرق الطول برضو بيحسب فرق الزمن، تمام؟ يعني القانون ده قانون مظبوط، انما فرق الطول برضو الريسيفر بيحسب منه برضو ايه فرق الزمن اللي حصل عندي ما بين القمر الصناعي وما بين الريسيفر، او فرق الزمن نتيجة اختلاف دقة الساعة بتاعة القمر الصناعي والساعة بتاعة الريسيفر. خلاص احنا كده طولنا عليكم بما فيه الكفاية، احنا كده يعني خلصنا المنهج وزودنا حاجات برضو عشان تدخلك معانا في الدنيا ماشية ازاي او التطور ماشي ازاي في علم المساحة، بما ان دي اخر محاضرة مساحة بالنسبة لنا. المحاضرتين الجايين كان المفروض يبقوا في المدرج، مش هنديهم عشان ما يبقاش فيه برضو ايه، ما نجيبش الناس الكلية والظروف اللي احنا فيها دي، وفي نفس الوقت ان احنا خلاص اكتفينا بالجزء ده، غطينا كل اللي احنا كنا عايزين نقوله، كل اللي موجود في الكتاب، مش عايزين حاجة اضافية. انما هنعمل لكم، عايزين نتفق على ميعاد الاسبوع الجاي نعمل فيه زي كويز ربع ساعة، كويز بسيط خالص عن موضوع الجي بي اس، بحيث الناس تاخد برضو درجات، الناس اللي ما توفقتش في المترم او اللي مش متوفق في اعمال السنه، مقصر في اعمال السنه شويه، غيابه في مشكله، يبقى معاك ايه درجات اضافيه، تقدر يبقى احنا منها غطينا، ضمننا ان الناس فهمت موضوع الجي بي اس، وفي نفس الوقت ادينا لك درجات تقدر تسندك شويه لو عندك مشكله في درجات المترم. فهل في مشكله ان احنا نخلي الامتحان الاسبوع الجاي يوم الاحد في نفس الميعاد، ولا عندكم حاجه؟ باشمهندس احمد ابراهيم، لا مش هيبقى اوفر، هينضاف على اعمال السنه، هينضاف على اعمال السنه، هيعوض لك شويه لو عندك حاجه، يعني لو انت جايب مثلا في المترم مقفل المترم ده هيضيف لك على الدرجات، مش هينقصك يعني. فهل يوم الحد الساعه 1:30 في ميعادنا، هل عندكم حاجه، ولا نعمله في ميعاد امتحان الـ ولا نعمله في ميعاد المحاضره بتاعت يوم الخميس؟ هي المحاضره كانت المفروض تبقى في الكليه الخميس الساعه 12:30. لا كمان اسبوعين ما نضمنش الظروف اللي هيحصل فيها، فاحنا هنخليه الاسبوع الجاي. احنا خلينا نتفق على الميعاد الاول الاسبوع الجاي، هتبقوا في الكليه يوم الاحد، تمام؟ يوم الخميس احنا محاضرتنا اصلا كان المفروض هتبقى في الكليه يوم الخميس الساعه 12:30، تمام؟ لو عملنا الكويز يوم الخميس الساعة 1:30 أونلاين عشان الناس اللي كانت في الكلية يوم الخميس تلحق تكون روحت، هل الخميس 1:30 أونلاين موافق؟ الناس موافقة عليه؟ يعني أنت رايح الكلية عادي، خلص عادي، إحنا كان عندنا محاضرة كده كده من 12:30 ل 2:30 تقريبا، مش هنديها في الكلية إنما هنخليها امتحان أونلاين ربع ساعة، هفتحهولك من الساعة 1:30 لحد الساعة 3.
خلي في حد عنده مشكلة، نخلي الكويز ده بالليل، انت هتدخل تحله لوحدك. لو 5 أو 6، هو الكويز يا باشمهندسين بيبقى ايه؟ بيبقى اونلاين، انت بتدخل على صفحة المقرر على مايكروسوفت تيمز، بتلاقي الكويز قدامك، انت بتدخل في ربع ساعة بتحله وهو بيصحح نفسه بيديك الدرجة بتاعتك. فممكن نفتحه مثلا، يبقى هنقول يوم الخميس اللي هو مش ده، الخميس اللي هو مش الأسبوع ده، الخميس الجاي إن شاء الله هنخلي الكويز هنشغله من أول الساعة 7 لغاية الساعة 8. خلاص. هيكون MCQ يا باشمهندس، شوية اختيارات كده، 10 اختيارات مثلا أو 15 اختيار، في ربع ساعة هتخلصهم وخلاص. يبقى هنفتح الكويز يوم الخميس الساعة 7، وهندي لك لحد الساعة 8 تحله أي وقت أنت فاضي فيه، تدخل الربع ساعة دي تحل الامتحان وتعمل سبميشن، هيظهر لك الدرجة قدامك. هيبقى عن إيه؟ هيبقى عن ال3 محاضرات بتوع GPS اللي إحنا قلناهم، بس مش داخل عليه، مش داخل فيه ال مش داخل فيه ال ال مش هيبقى داخل فيه الجزء بتاع الجيوديسي. احنا من اول ال3 محاضرات اللي انا شرحتهم بتوع الجي بي اس هيبقى هو ده بس اللي موجود. هيكون عليه كام درجه؟ وهيتصحح من 10 يا باشمهندس. وبعد كده هنعمل له بقى ايه؟ هنوازن ما بينه وما بين الميد تيرم وما بين درجات اعمال السنه، وهنعمل تقسيم. باشمهندس احمد ابراهيم، لا هو مش بونص يا باشمهندس، هو داخل معاك في اعمال السنه. يعني لو اعمال السنه من 30 او من 40، هيبقى هو جزء من اعمال السنه، هيبقى عليه مثلا 5 درجات او حاجه، هنصححه لسه وهنشوفه حسب درجات الناس هتبقى عامله ازاي. خلاص يا باشمهندسين، يبقى اتفقنا كده ان يوم الخميس اللي هو مش ده، الخميس اللي بعده، من اول الساعة 7 بالليل، هنفتحه لك حتى من 7 ل 9 كمان، عشان الناس برضو الايه اللي واصل متأخر ولسه عايز يتغدى ولا مش عارف، هنخليه من 7 ل 9. اي وقت من الساعة 7 للساعة 9 هتدخل ربع ساعة على الكويز، تحله، تعمل سبميشن، هيترصد لك ايه الغياب بتاعك، وهتترصد لك الدرجة بتاعتك على طول. الباشمهندسين اللي بيسألوا على مشروع المساحة هيبقى مشروع المساحة بيبقى هو طبعا هيبقى حسب الوضع بتاع الكورونا هيبقى عامل ازاي ساعتها، بس هو مشروع المساحة مبدئيا بيبقى عبارة عن بتختار 3 مباني في أي مجمع من مجمعات الكليات اللي موجودة في طنطا، سواء مجمع الطبي أو مجمع بتاعنا اللي في سبيل بي أو كلية تجارة أو أي كلية تربية، أي مجمع كليات، وبتاخد أي 3 مباني انت بتختارهم، بتعمل ترافيرس، مجموعة ترافيرسات حوالين المباني دي مربوطين ببعض، وبعد كده بتعمل رفع مساحي لل3 مباني دول مع بعض، باستخدام التدريت والشريط، وبنشرح لك ازاي تعمل تصحيح لل3 ترافيرسات مع بعض، وبعد كده ترفع نفس المباني تاني باستخدام التوتال ستيشن عشان تفهم الفرق ما بين التوتال وما بين التدريت والشريط وفرق الدقة بينهم عامل ازاي، وبنشرح لك برضو ازاي بتعمل تصحيح لإحداثيات التوتال ستيشن، وازاي بتستخدم التوتال في الموقع وتعمل الإحداثيات بتاعتك. إذا متاح جهاز جي بي اس، ممكن ندي لك ازاي تعمل نقطة الريفرنس في الموقع باستخدام جهاز الجي بي اس. لو جهاز مش متاح أو مش شغال، يبقى مش هيبقى فيه جزء جي بي اس في المشروع. هي الإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا إمكانيات قليلة بصراحة، بنشتغل على قد الامكانيات اللي موجوده بالنسبه لنا. باشمهندس محمد بيقول بالليل التركيز بيكون صعب، انا سايب لك ساعتين اهو، اشرب بقى قهوه وجهز نفسك، وهو ربع ساعه امتحان يعني ما فيش حاجه، هو الكلام اللي قلناه في المحاضره باختصار. هتلاقي ام سي كيو زي ما باشمهندس احمد كامل بيقول، هتختار يا اما صح وغلط، حاجات بسيطه جدا يعني. باشمهندس محمود خالد، قلنا عن ال3 محاضرات بتاعت الجي بي اس، هيكون عليه كام درجة؟ هيتصحح من 10، هما يبقوا 10 أسئلة، هيتصحح من 10، بعد كده هنشوف هنوزن لك الدرجات. احنا في الآخر يعني من الآخر، احنا كدكاترة أو معيدين، هو يهمنا مصلحتك، يعني يهمنا إنك تاخد أعلى درجة موجودة. مشروع المساحة شرحناه. باشمهندس حمدي، هنشوف، احنا هننزله، هيظهر عندك، هيجيلك نوتيفيكيشن على الإيميل. امتحان الفاينل مفيش فيه ام سي كيو يا باشمهندس، امتحان الفاينل هيبقى مجموعة أسئلة نظرية، مجموعة أسئلة نظرية عن الجي بي اس، هتجاوب عنها سؤال ورا التاني بالرسم كده، وبعد كده تبدأ تدخل في مسائل الجيوديسي. في فترة زمنية، هو الامتحان مدته هيبقى ربع ساعة، متاحة بالنسبة لك ربع ساعة، إنما تقدر تحله في أي وقت ما بين الساعة 7 للساعة 9، وقت ما تكون فاضي
وفايق كده تدخل ايه تاخد الربع ساعه بتاعتك وتسلم الامتحان، واول ما بتعمل سبميشن هيظهر لك الدرجه بتاعته على طول. لا مجرد ما بتفتح يا باشمهندس هيعد عليك ربع ساعه. باشمهندس محمد سامي بيقول بيبقى فيه غش في الكويز الاونلاين. هو مش غش يعني، انت مفيش مشكله يعني. اقول لك لو انت مثلا ظهر بينك وبين يعني انت مثلا فاتح الكويز دلوقتي فلقيت سؤال بيقول لك انت اتفاجئت بيه، مثلا سؤال بيقول لك مثلا الدي او بي اللي انا بقيس عليه لا يقل عن كام، 10 ولا 6 ولا 4 ولا مثلا 8، تمام، عشان احسن عشان اعمل رصد جيد. انت ما جاش في دماغك وانت بتذاكر المحاضره ده لو انت ذاكرتها يعني ان الحته دي مهمه او فاتتك، فانت دلوقتي عرفت ان الحته دي مهمه، فحتى لو انت رجعت للمحاضره فتحتها وجبت الاجابه من المحاضره وحطيت الدرجه وخدت الدرجه، احنا برضو استفدنا ان انت ايه، ان انت عرفت ان الحته دي مهمه ورجعت لها في المحاضره حتى لو رجعت لها عشان تغش من المحاضره. فدي ما فيهاش مشكله يعني، ما فيهاش مشكله ان انت اذا جاوبت الامتحان كله من دماغك وعرفت اخطائك وتعلمت الخطا فين خلاص دي ما فيهاش مشكله. لو انت بتحل وفي سؤال ما مش فاكره او ما ذاكرتوش او ما كنتش متوقع ان هو ممكن يجي حاجه زي كده ورجعت للمحاضره في الامتحان عرفت الإجابة ورجعت عملتها في المحاضرة مفيش مشكلة برضو. انت ده حاجة بترجع لك يعني. انت مش فاهم سؤالك يا باشمهندس عادل. طب خلينا نوقف الريكورد علشان الملف هيبقى كبير ومش الناس مش عارفة تنزله.